السلام عليكم. ازيك يا باشمهندس ربيع؟ السلام عليكم، ازيك يا هندسة؟ ازيك يا باشمهندس احمد، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، طمنا على سيادتك. والله بخير الحمد لله. دايما افتح المايك من عندك يا هندسة، معلش. طيب انا هخرج انا وانت كمل يا استاذ يا باشمهندس احمد. طيب من عينيا يا هندسة، حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم أحمد سمير. ان شاء الله موعدنا سبت وثلاث باذن الله. في حد عنده سؤال؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس احمد. الحمد لله والله. اخبار سيادتك ايه؟ انا مستنشق على اللايف بالمره. كل متابع. عمر انا هخليك بس هوست عشان شكله كده مش راضي يشتغل من عندي. تمام يا مدير. الله يسلمك يا باشمهندس محمد ديري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكور مهندس جابر. في حد يا شباب عنده أي حاجة محتاج يسأل عنها، محتاج يقترحها، محتاج حاجة ما عجبتوش، حد زعله؟ اتفضل يوليا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باشمهندس نايف. جزاكم الله السلامة باشمهندس حامد ديري. الجزء الثالث، الجزء الثالث ما اترفعش حالا، تلاقيه مرفوع بعد ما اقفل المايك على طول، هتلاقيه موجود. بس هشيك الاول هو اترفع ولا ما اترفعش. المفروض انا رفعته يعني، بس لو ما اترفعش انا هرفعه لك دلوقتي. كيس ستادي مع الباشمهندس احمد، ان شاء الله رب العالمين يخلص تصحيحها، وبعد كده ان شاء الله رب العالمين هشرح لكم هي ماشيه ازاي طبقا للكلام المره اللي فاتت. جزاكم السلام يا باشمهندس محمد. في حد عنده سؤال؟ في حد مش فاهم لسه ايه؟ والله يا باشمهندس وائل، هي الاعتذار اللي كان قبلها مباشره ليه
يعني ليكم مش لينا، يعني احنا ممكن نقول لكم من بدري الموضوع، ولكن البشمهندس تحامل على نفسه وكان بيقاوم لغايه اخر لحظه على اساس ان هو ما يضيعش منكم ولا محاضره. تمام؟ فلغايه اخر لحظه اقول له ابلغه ملغي، يقول لي طب ثواني ممكن ابقى كويس. يعني متخيل الراجل بيعمل معاكم ايه؟ بس لكن لو هو بكل بساطه راجل حس بتعب شويه الصبح يقول لك خلاص الغي النهارده يعني. تمام؟ لكن الراجل جزاه الله خيرا لغايه اخر لحظه هو بيقاوم التعب على اساس ان هو يديكم المحاضره. فهي دي عشان كده انا بلغتك قبلها بشويه. وصل يا باشمهندس وائل؟ لا لا اتلغى المره اللي فاتت، النهارده مش متلغي. ده باشمهندس وائل بيتكلم عن المره اللي فاتت. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس وائل، جزاك الله خير يا باشمهندس محمد. في حد عنده اي اعتراض؟ اي حاجات؟ يا شباب نعمل شير يا جماعه للبوست على كل الصفحات بتاعتكم على اساس يا باشمهندس احمد انا مستني بس حد يتكلم معاكم، يعني مستني حد فيكم يتكلم عن سؤال. يا شباب والله يعني انتوا سامعيني كده؟ ضغط رقم واحد لو انتوا سامعيني. لا انا بسكت يا باشمهندس محمود، انا بسكت مش ضعيف، انا بسكت لغايه ما انتوا تسالوا. يعني لو انت حد عنده سؤال ما حد سال فانا سكت. بس لان الناس خلاص تعبت مني خالص، يعني قاعدين يشتكوا لي يقول لي انت تدخل 4 مرات. كلام كتير يعني. لا يا باشمهندس انت الخير والبركه، ربنا يبارك فيك يا رب. بس نخلي بالنا يا شباب من موضوع الكاميرا. الكاميرا محدش يضغط عليها تقوم فاتحه. بس في حد بيقول مفيش مشكلة لو حاولنا نطلب منه انه يدينا فرصة تانية بحيث نسلم الحاجة دي مثلا، حتى لو هنعتبرها ليت، بحيث ما تبقاش نفس الدرجة.
او التقييم. الفكره يا باشمهندسين ان انتوا ليكوا ديوريشن معين المفروض تحلوا فيه، بعد كده الاجابات بتنزل، فما لهاش علاقه ان انا احط يعني خلاص الاجابات نزلت، يعني علاقتها ان انا اسيب الشيت مفتوح يعني. في نفس الوقت في ديوريشن كافي يعني. انتوا ليكوا 4 ايام تمام، اوريدي انت حضرت المحاضره لايف وسمعتها، فخلاص الانفورميشن معاك، اوريدي انا بسجلها لك وبرفعها لك تاني، هي مسجله تقدر تراجع اي بيانات ضاعت منك، والماتيريال معاك من قبل اما المحاضره تبدا اساسا، فتقدر ان انت تعملها برنت وتعمل نوتيفيكيشن اللي عليها براحتك، فكل حاجه معاك يعني، مش مستاهله ان انت تتاخر التاسكات يعني. اوكي، وفي الاخر هم كانوا المره اللي فاتت كانوا 10 اسئله على ما افتكر تمام، وام سي كيو يعني، انت حتى ما بتجاوبش او يعني استنى ما نعمل شيت او وورد او الاخر ده، هي مجرد استماره انت بتسلكت بس على يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باشمهندس فاروق. فالموضوع مش مستاهل يبقى فيه ليت ومش ليت يعني. اوكي، بس انا بلانر هتحرق لو طب ما انا بلانر يا باشمهندس برضه عادي يبقى كل حاجه يقول لي 5 دقايق تكون عندي وانت عارف بقى انت لازم كل حاجه تكون جاهزه عندك يا باشمهندس، وبلان بقى يعني ايه بلان ايه وبلان بي وبلان سي، وعيش حياتك بقى. مش مشكلة، ورق ورق بقى، المهم يخلص تمام. وانت عارف يخلص ازاي، المهم يخلص مش يوم صح ليش دعوة في ريبورت وانت داخل ميتنج دلوقتي، لازم تعمل بار بوينت وتخش الريبورت وتعرضه والكلام ده، ما ليش دعوة بيخلص ازاي، المهم يخلص. فهمت احمد فهمي ثماني، لو حابب تدخل المحاضره باشمهندس خالد تستناني بس البريك رقم 2 هشرح لك كل حاجه. باشمهندس احمد فهمي يبدا، مش عاوزين اي اسئله لغايه ما يخلص. سلام. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. انا الحمد لله بخير ومعاكم، يعني دعواتكم بتفرق معايا اكيد طبعا. تعليقا بس على الجزئية الخاصة بان احنا بنبلغ متأخر بإلغاء المحاضرة، هو الموضوع يا جماعة مش مخطط يعني، الموضوع ما بقاش مخطط وما بيكونش لا في صوت، ما تقولش ما فيش صوت، انا بتكلم، لو سمعيني اكتبوا رقم 1. طيب الحمد لله في صوت يا باشمهندس، هو ممكن يكون صوتي انا يعني واطي شويه، بس ده يعني هيحصل انه يسخن شويه كده ويبقى افضل يعني. طيب خلينا بس نعلق بس على الحته بتاعه التاخير. اللي بيحصل سوري التاجيل او الالغاء، اللي بيحصل ان ده ما بيكونش مخطط، وان انا بكون عندي النيه بنسبه 500% ان انا هدي المحاضره، وكل حاجه بتكون جاهزه وستاند باي ومش واخد مواعيد، ويعني مفيش اي خطه خالص لان ما يكونش في محاضره، ولكن بيحصل ان الموضوع بيكون خارج الاراده، وبكون عندي امل لحد الساعه 6 و7 ان انا اقدر او اتعافى واقدر اشتغل معاكم، بس ده ما بيحصلش، وعشان كده بيكون في late cancellation. طبعا انا عارف ان ده على المستوى التخطيطي وعلى مستوى التزامكم وارتباطكم بامور اخرى بيكون مش كويس، ان انتم مثلا لو كنتوا عارفين من الصبح او قبلها بيوم هتقدروا تظبطوا مواعيدكم وهتقدروا تاخدوا حاجه في الوقت ده، مش هتكونوا ملتزمين ومفضلين نفسكم، انا فاهم والله، بس صدقوني والله هو خارج الاراده الموضوع كاملا يعني ما بيبقاش مخطط يعني، ما كانش فيه تخطيط خالص لا المرة الأولانية ولا المرة الثانية ان ده يحصل، ويعني يعلم الله ان انا قايل مهندس احمد ان ده يعني بعد المرة الاولى قلت له ان شاء الله ما فيش الغاء حتى لو ايه بيحصل، بس حقيقة ما كنتش قادر اتكلم اصلا المرة اللي فاتت يعني، ما كنتش قادر حتى اطلع اي صوت،
وبمجرد ما بلغت المهندس احمد بالغاء المحاضره دخلت في السرير ما قمتش غير الساعه 12. فمبدئيا بعتذر لكم ونامل ان شاء الله وندعو الله ان ده ما يتكررش تاني. عايز اقول لكم بس على حاجه كمان ضروريه. يعني انا مش مثلا بلغي متاخر نوع من انواع ان ده كورس مجاني ولا ان انا مش مهتم اطلاقا والله. يعني ده اللي بيحصل وحصل قبل كده في كورسات مدفوعة، ويعلم الله ان انا ملتزم في الكورس ده. والمهندس احمد يعني ده مش اول كورس ليا معاه، يعلم تماما ان في الكورس ده او في الكورسات المجانية بكون ملتزم وبتعامل بشكل بروفيشنال زي الكورسات المدفوعة اكتر. فالموضوع ملوش اي علاقة باي حاجة من دي. يعني انا لو كنت في كورس مدفوع كنت هعتذر نفس الاعتذار، لان انا هبقى في نفس السيتويشن يعني. فخلص اعتذاري، وخلينا نتكلم بس عن نقطة كمان بتاعت الكيس. الكيس أنا ملحقتش لسه أشوفها، بس أنا اختصارا للوقت وللدنيا دي أديكم الإجابة بتاعت الكيس، واللي عنده استفسار ممكن بعد كده يتواصل معي. ويعني ده يعني حفظا للوقت وعشان حضراتكم تستفيدوا وتتحقق الفايدة لكل الأطراف بدون ما نبقى عايزين نهلك وقت جدا، لان انا ما اعتقدش ان انا هيكون عندي وقت ان انا اقدر اشوف مثلا 50 60 70 كيس تمام واقيمهم وادي عليهم كومنتس. فانا هديكم الاجابه بتاعتها، ابعتها للمهندس احمد هيعمل لها ببلش، اللي عنده اي كومنتس عليها يقدر يتواصل معاها. تمام. خلينا نبدا النهارده. عندنا بروجكت كوست مانجمنت، خلينا نبدا كده ونشير مع بعض. بسم الله. معلش بظبط الفيو عشان في بعض الحاجات. طيب تمام. نجيب بقى ده هنا كده ونبدا. بسم الله. هنتكلم النهارده يا جماعه عن البروجكت كوست مانجمنت. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن البروجكت سكوب مانجمنت والبروجكت سكادول مانجمنت. طبعا احنا هنا بنتكلم knowledge area by knowledge area، يعني بناخد منطقة معرفية وبنتناولها وبعدين ندخل على منطقة معرفية تانية. وبأكد لأكثر من مرة ان ده مش الترتيب اللي انا بنفذ به المشروع، ولكن ده الترتيب اللي احنا بندرس به الكورس، مختلف عن الترتيب اللي انا بنفذ به المشروع. وحتى الترتيب اللي بيتنفذ به المشروع بيختلف من مشروع لمشروع ومن اندستري لاندستري تانية. تمام. طيب خلينا نبدأ مع بعض. الاول هنتكلم برضو زي ما عملنا كده في الاسكادول عن كوست مانجمنت كونسبتس اند بيسكس. تمام. هناخد شوية كونسبتس اند بيسكس. اول حاجة لازم نفرق ما بين الكوست استيميشن او الكوست والبرايسنج. في فرق يا جماعة ما بين التكلفة والسعر. التكلفة والسعر. الكوست استيميشن او الكوست assessing how much it will cost the organization to provide the product or service، يعني المؤسسة ايه هي التكلفة اللي ستتحملها عشان تنتج المنتج او الخدمة المطلوب تقدمهم في نهاية المشروع. بينما البرايسنج هي المؤسسة هتاخد كام من العميل عشان تنفذ المشروع ده، عشان تبرودوس البرودكت او السيرفيس ده.
لما الكوست اللي جبناها هنا دي نحط عليها البروفيت ده يدينا الايه البرايس. ده طبعا يعني قد يعتبره البعض حاجة معروفة يعني من غير حاجة، ولكن قد يكون بعض الناس بيحصل عندها كونفليكت في الجزئية دي شوية، فاحنا حبينا نوضح المفهوم ده عشان يبقى واضح لكل الناس. كمان هنتكلم النهاردة عن مفهوم مهم جدا ومن أهم المفاهيم اللي مبني عليها أصلا علم إدارة المشروعات وعلوم أخرى، ألا وهو الإيرند فاليو مانجمنت. الإيرند فاليو مانجمنت، الإيرند فاليو مانجمنت أناليسز أو تحليل القيمة المكتسبة بنعتمد عليها في إن إحنا نقدر نعمل تقييم لأداء المشروع من حيث الأداء الزمني ومن حيث أداء التكلفة وكل الأمور دي. طيب الإيرند فاليو مانجمنت أناليسز أو إيه هي الإيرند فاليو أناليسز؟ قال لك it is a methodology that combines scope, schedule and resource measurements to assess project performance and progress. يعني هي methodology بتبتدي تعمل combine ما بين الscope والschedule والresources management measurement عشان نعمل assessment للproject performance وprogress. طيب it is commonly used the method of performance measurement for projects. تمام، دي من الحاجات اللي متعارف ان احنا دايما بنستخدمها في قياس اداء المشروعات. طيب ال integrated baseline او الميجرمنت بيزلاين او performance بيزلاين بيكون combination ما بين الscope baseline والcost baseline along with the schedule baseline. لما ناخد البيزلاين 3 baselines، واحنا قلنا قبل كده يا جماعه البيزلاين ده هو الفيرجن المعتمد من الحاجة. يعني أنا لما أجي أقول عندي سكادول وعندي سكادول بيزلاين، يبقى السكادول لوحده كده still not approved، بينما سكادول بيزلاين هو ده الفيرجن الابروفد من السكادول، يعني بقى خلاص معتمد. تمام. طيب وبنوضح أن الـ Earned Value Management Analysis can be applied to all projects in any industry. طيب هنتعرف النهارده على شويه حاجات، ويا ريت اللي يركز بقى معايا من اول لحظه دي عشان هنبتدي نقول كلام مهم وكلام محتاج تركيز. هنتكلم عن شويه مفاهيم. حاجه اسمها earned value، translation هي القيمه المكتسبه، land value translation هي القيمه المخططه، actual cost التكلفه الفعليه، سكادول فارينس هو مقدار التباين في الجدول الزمني، سكادول بيرفورمانس اندكس وهو مؤشر اداء الجدول الزمني، كوست فارينس التباين في التكلفه، كوست بيرفورمانس اندكس هو مؤشر الاداء الخاص بالتكاليف، بادجت ات كومبليشن وهي اجمالي التكلفه عند الانتهاء، واستيميت تو كومبليت وهو تقدير التكلفه حتى الانتهاء، واستيميت ات كومبليشن وهو تقدير التكلفه العام عند الانتهاء. تمام. طيب انا طبعا قاعد متخيل دلوقتي ممكن يكون في ناس، طبعا انا عارف ان في ناس اصلا يعني مش اول مره تاخد البي ام بي او البروجكت مانجمنت، او اصلا ناس شغاله عملي واوريدي بعض الحاجات دي ان لم يكن كلها خدوها، بس معنا ناس جديده اول مره تبقى اكسبوز للحاجات زي كده. الناس الجديده اللي اول مره تكون اكسبوز للحاجه زي كده، ما تقلقش، مش مطلوب منك كرنتلي تحفظ حاجه، خليك ماشي معايا في السيكونس بتاع الشرح، وانت على اخر اخر السيشن النهارده هتلاقي نفسك مستوعب الامور كلها. طيب يعني عشان بس يعني ايه، ده ربما تبقى الناس مش سامعه ولا حاجه، في ناس بعت مسج. طيب معلش يا جماعه، معلش ما نبعتش رسائل دلوقتي الا اذا كان في حاجه بس ايه ارجنت وانت عايز تخليني انتبه ليها، غير كده بلاش انك تعمل لي انتربشن باي مسج او اي حاجه. طول ما احنا انت سامعني ومفيش مشاكل، ارجوك ما تبعتش مسجز، وخلي فقره الاسئله يعني خلي اي حاجه عايز تقولها فقره الاسئله. طيب نكمل. تعالوا نبص للجراف اللي قدامنا ده ونركز مع بعض شويه،
وانا اعتبروني بحكي لكم ستوري وخليكم معايا ونشوف الستوري دي مع بعض. انا عندي مشروع عايز انفذه، فقعدت عملت استيميشن للكوستس بتاعتي وانا هصرف كام على مدار الوقت، فلقيت ان انا اللي انا هصرفه بيتبع هذا الكيرف، بيتبع هذا المنحنى. شايفين المنحنى اللي انا ماشي عليه ده؟ اهو هذا المنحنى، تمام. اذن المنحنى ده هو المخطط، انا مخطط اني هصرف المصاريف دي عشان اوصل للريزلت اللي انا عايزها. جميل. طيب لما جينا نشتغل فعليا، لما جينا نشتغل فعليا بقى في مصاريف فعلية قد تختلف عن المصاريف المخططة. فلقيت ان انا فيما يخص المصاريف ما مشيتش على الكيرف ده، لا ده انا بقيت ماشي على الكيرف ده. فيما معناه ان حضرتك مثلا في الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث كنت مخطط تصرف بالترتيب كده مثلا 10,000 وبعدين 15,000 وبعدين 18,000، بس الواقع اللي حصل انك صرفت 12,000 17,000 20,000. فبدل ما كان عندك الكيرف بالشكل ده بقى عندك الكيرف بالشكل ده فيما يخص التكلفة الفعلية او actual cost. مفروض ان حضرتك تصرف شغل، وكان مخطط برضو زي ما ان الفلوس تصرف ان في شغل كمان يتنفذ، ان في شغل كمان يتنفذ. فبقى عندي شغل متنفذ، الشغل اللي اتنفذ فعليا مش ماشي مع التكلفة اللي انا كنت مخططها. طب انت عمال تقول لنا دلوقتي شغل متنفذ فعليا وتكلفة، في فرق ما بين الشغل والتكلفة، صح ولا صح ولا لا؟ في فرق ما بين الشغل والتكلفة، بس انا عشان اعرف احكم على الشغل بحوله لفلوس، بحوله لفلوس. وبالتالي باجي اقول ببساطة كأني بقول كده، انا عملت شغل، الشغل دوت يسوى كام؟ الشغل ده يسوى كام؟ يسوى كام حسب المخطط، مش يسوى كام بالفعل. يسوى كام حسب المخطط، مش يسوى كام بالفعل. وبالتالي بقيت لما جيت شفت الشغل اللي اتعمل ما طلعش هنا، لا ده الشغل اللي اتعمل طلع هنا، الشغل اللي اتعمل لما جيت اشوفه يساوي كام طلع يساوي النقطة دي. اذن انا عندي حاجة هنا انا كنت مخطط لها اسمها ايه؟ بلاند فاليو. بلاند فاليو، تمام. لكن لما جيت صرفت لقيت ان اللي صرفته غير البلاند فاليو، بقى عندي حاجة اسمها ايه؟ اكتشوال كوست. اكتشوال كوست. طيب ولما جيت اشوف الشغل اللي اتعمل فعليا على الارض لقيت ان اصلا الشغل كمان حاجة تانية خالص غير اللي كانت مخططة، وبالتالي بقى عندي شغل هنا اقدر اطلق عليه EV اللي هي earned value، القيمة المكتسبة. بمعنى اصح انت عملت شغل يساوي كام؟ الشغل اللي عملته ده يساوي كام؟ لما انا دلوقتي اكون مكلفك بشغل، او تكون حضرتك واخد مشروع وتكون مخطط انك عند الاسبوع الرابع تكون انتجت على سبيل المثال 100 قطعة، فاجي الاقيك وكنا مخططين ان القطعة الواحدة هتتكلف 1 دولار، واجي الاقيك عملت 80 قطعة بس وصارف 120 دولار، اذا ال 100 دولار كانت بلاند فاليو، ولكن ال 80 قطعة اللي اتعملوا لما اجي احولهم لدولارز هيبقوا 80 دولار بقت ايه؟ earned value. وبالنسبه لل 120 دولار اللي اتصرفت دي اللي ما كانتش هي دي المخططه بقت actual cost. تعالوا هنشوف برضو example ونشوف الدنيا بتاعتنا. الاول دي بس كده ايه index لكل الفورمولاز، مش الفورمولا دي للديفينيشن، انت تعرف الحاجه الاكرونيم والترم والاكسبلانيشن بتاعه، ده مجرد ريفرنس حضرتك تقدر ترجع له وتشوف الدنيا دي. تعالوا نشوف الاكزامبل ده هيفهمنا كتير. عندنا مشروع ان احنا ننتج 20 ترابيزه في 20 يوم، وتكلفه كل انا قلت ترابيزه، وطبعا اخواتنا في بعض الدول مش عارفين من ضبة تيبل، تمام. هننتج 20 تيبل في 20 يوم وكوست بتاع كل تيبل 20 دولار، تمام. موضوع كلير جدا. طيب انا دايما بيكون عندي نقطه قياس يا جماعه، دايما بيكون عندي نقطه قياس. نقطة القياس بتاعتي هنا اللي هي اليوم الرابع. Today is day 4
we already spent $90 and produced 3 tables. Calculate ايه بقى؟ عايز الـ EV والـ BV والـ AC والـ SV والـ CV والـ SPI والـ SVI بالإضافة إلى الـ BAC. طبعًا أنا لو كتبت لك الحاجات دي هتقول لحضرتك يعني دي أدوية أروح أجيبها من الصيدلية، لأن الناس برضو اللي هي أول مرة تاخد الكلام ده هي شايفة قدامها مجموعة من الأكرونيمز أو الحروف، وهي طبعًا بالنسبة لها التفريق بينها صعب. بس لما نيجي مع بعض دلوقتي ونشوف احنا هنعمل ايه هتبتدي الحروف دي تثبت في ذهنك اكتر. طيب اول حاجه عايزين نسال نفسنا مبدئيا كده، احنا في اليوم الرابع، المفروض في اليوم الرابع اكون عملت ايه؟ انا كنت بقول 20 تيبل في 20 يوم، تمام؟ 20 تيبل في 20 يوم، يبقى المفروض في اليوم الرابع اكون عملت ايه؟ 4 تيبلز. طيب التيبل اصلا كان الكوست بتاعها كام؟ 20. اذا لما اجي اضرب الاربعه تيبلز في ال 20 يديني 80. اذا البلاند فاليو عندي كام؟ 80. البلاند فاليو 80، 20 في 4 يديني 80. طيب على الجانب الاخر انا برضو انتجت كام؟ 3 تيبلز. انا انتجت 3 تيبلز، التيبل المفروض تكلفتها كام؟ $20. اذا الايرند فاليو اللي هم 3 تيبلز، انا ايرند ايه؟ أنا اكتسبت أو أنا كسبت أو أنا ما تم إنتاجه لحتى الآن هما 3 tables. قبل 3 tables اللي أنا أنتجتهم من يساوي كام؟ يساوي 3 في 20 ب 60. أهو earned value 20 في 3 tables يديني إيه؟ 60. إذن الـ earned value 60 والـ bland value 80. طيب الـ actual cost، الـ actual cost أهي من غير أي عمل أي حاجة، يقول لك we already spent $90. We already spent $90 بالشكل ده. أنا دلوقتي جبت الثلاثة الأساسيين اللي أنا بجيب منهم كل حاجة بعد كده. أدي earned value, blend value, actual cost. أنا دلوقتي عايز أجيب schedule variance و cost variance و schedule performance index و schedule cost index. هنا المفروض دي V يا جماعة، مش دي C مش V. فكروني بس أعدلها في النسخة اللي هبعتها لكم تاني. دي SCI. CBI مش SVI. اوكي طيب، وبادجت اد كومبليشن. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف هو السكيدول فارينس عباره عن ايه. هو التباين في الجدول الزمني. طب ببساطه شديده جدا التباين في الجدول الزمني ممكن يبقى عباره عن ايه؟ ممكن يبقى عباره عن انا كنت مخطط انتج ايه وانا فعلا انتجت ايه. ببساطه أنا كنت مخطط أنتج إيه وأنا فعلاً أنتجت إيه. طيب يعني هنا في علاقة ما بين إيه؟ ما بين الـ Bland Value وإيه؟ والـ Earned Value. أهو Schedule Variance Earned Value minus Bland Value، يبقى 60 اللي أنا اكتسبتها minus 80 اللي أنا كنت مخطط إن أنا اكتسبها يديني minus 20. إذن في فرق ما بين المخطط وما تمت انتاجه فعلا يساوي 20. اذا انا متاخر عن الجدول الزمني بمقدار $20، او الكوست بتاع التاخيري $20. طيب على الجانب الاخر عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الكوست فارينس. الكوست فارينس بالمنطق كده هو التباين في التكاليف. هيبقى علاقه ما بين ايه وايه؟ علاقة ما بين التكاليف اللي أنا أو الشغل اللي أنا أنتجته، الشغل اللي أنا أنتجته والفلوس اللي أنا صرفتها. المفروض لو أنا ماشي صح يطلعوا الاتنين زي بعض. أنا كنت المفروض أصرف $1,000 وياخد كذا قطعة. الاتنين لو واحد أو اللي أنا ماشي مظبوط حسب التكلفة، يبقى إيه اللي هيحصل؟ ببساطة هلاقي إن القيمة دي هي القيمة دي، ولكن لان القيمه دي مش القيمه دي، لان الايرنت فاليو هنا غير الاكتوال كوست. الايرنت فاليو انا اخذت 3 ترابيزات يساوي $60 لكن صرفت فعليا ما يوازي $90. اذا الكوست فارينس او التباين في التكاليف هو ماينس 30. اذا انا متخطي حاجز التكاليف بتاعي ب $30. تمام. طيب عندي كمان سكادول بيرفورمانس اندكس، هو مؤشر أداء الجدول الزمني، Schedule Performance Index.
سكيدول بيرفورمانس اندكس انا عايز اشوف انا ماشي مع الجدول الزمني بنسبه قد ايه. انا ماشي مع الجدول الزمني بنسبه قد ايه. لو انا ماشي على الجدول الزمني بالظبط يبقى اذا النسبه عندي هتطلع 1. لو انا اقل من الجدول الزمني يعني انا متاخر عن الجدول الزمني هيطلع اصغر من 1. لو انا سابق الجدول الزمني هيطلع اكبر من 1. وبالتالي سكيدول بيرفورمانس اندكس هو ايرنت فاليو على البلاند فاليو اللي هو بيساوي 60 اوفر 80 يديني ايه 0.75. تمام. اذا ده معناه ايه؟ معناه ان انا نسبه التزامي بالجدول الزمني 75%. يعني انا في النهايه مش ماشي على الجدول الزمني بالظبط، لا ده انا ماشي عليه بنسبه 75%. طيب على الجانب الاخر السي بي اي اللي احنا كاتبينها هنا اس في اي مكتوبه خطا، هنعدل يا جماعه الحته دي. لو الناس دلوقتي عندها طبعا الماتيريال الاس في اي دي اسمها سي بي اي مش اس في اي، ودي انا هعدلها. طيب السي بي اي ذا سيم، نفس الحكايه earned value على الاكتوال كوست 60 على 90 اداني 0.66. وبالتالي انا اقدر اقول دلوقتي ان انا ملتزم بالبادجت اللي انا حاططها بنسبه 66%. نسبه الالتزام او نسبه ان انا ماشي على البادجت بنسبه 66%. طيب عايز هنا قبل ما ادخل على اخر ايتم اوضح لك حاجه تساعدك في انك تربط الدنيا ببعضها وان حضرتك تبتدي تسيف الدنيا دي في دماغك بشكل لطيف. دايما هتلاقي العلاقه ما بين ايرنت فاليو وحاجه ثانيه، يعني بصيت كده هنا شوف هنا دايما علاقه بين ايرنت فاليو وحاجه ثانيه. لما نكون بنتكلم عن فاريانس يبقى في طرح، لما نكون بنتكلم عن اندكس يبقى في اسمه، لما نكون بنتكلم عن فاريانس يبقى في طرح، لما نكون بنتكلم عن اندكس بيرفورمانس اندكس يبقى في اسم. طيب لما اكون بتكلم عن سكادول دايما هلاقي بلاند فاليو، لما اكون بتكلم عن كوست دايما هلاقي اكتوال كوست. لو لاحظتوا ان احنا عندي كذا حاجه، عندي ايرنت فاليو وبلاند فاليو واكتوال كوست، وكلهم بيتحولوا لاموال لفلوس لماني عشان اعرف اعمل نوع من انواع الايه الاسسمنت للبرفورمانس. فانا عندي هنا ايه ببساطه شديده جدا، عندي سكادول فاريانس وكوست فاريانس، وعندي سكادول بيرفورمانس اندكس وكوست بيرفورمانس اندكس. الفاريانس دايما حاجه ناقص حاجه، واللي في الاول دايما ايرنت فاليو. طب البيرفورمانس اندكس حاجه على حاجه، واللي في الاول دايما ايرنت فاليو برضو. اذا انا باجي مع السكادول واحط هنا بلاند فاليو، وباجي مع الكوست وبحط هنا ايه اكتوال كوست. يا رب يكون الموضوع دلوقتي بدا يبقى ايه كلير بالنسبه. بادجت ات كومبليشن، نفهم بقى معنى بادجت ات كومبليشن. يعني خلي بالكم يا جماعه انا مش بحفظكم معادلات قد ما انا عايزكم تفهموا المينينج. المينينج وان الموضوع يبقى لوجيك في دماغك هو ده اللي هيساعدك انك تفكر وتحل اسئله وتعرف تروح وتيجي مع اللي بيسالك وتعرف تجيب الاجابه عن طريق التفكير مش عن طريق الحفظ. تمام. فدايما حاول انا الحته اللي انا قلتها في الاخر دي مجرد شيء للتسهيل عشان تبقى ربطت حاجه بحاجه فدايما تعمل لها ريكول. طيب budget at completion انا هنا بشوف المشروع دوت لما هيخلص هيتكلف كام. يعني انا هنا بتكلم على حاجه مخططه مش بتكلم على حاجه فعليه. budget at completion احنا هنا بنتكلم على الحاجه المخططه مش الحاجه الفعليه. وبالتالي انا لما اجي ابص هنا الاقي ان انا عندي 20 تيبل والكوست بتاع كل تيبل 20. فسمبلي كده budget at completion هتبقى ايه 20 في 20 ب 400 اهو. budget at completion اللي هو 20 في 20 ب 400. طيب كده اتمنى ان الاكزامبل ده يكون وضح لكم الدنيا شويه. لسه هنكمل وندخل على حاجات ثانيه عشان نبقى فهمنا الامور. انا عندي بقى شويه حاجات بتتداخل مع فكره budget at completion و to completion وحاجات كتيره كده انت سمعتها لنا في الاول ولسه هتقولها لنا دلوقتي. من فضلك اعمل لنا ريزولوشن كده واعمل لنا ديفرنشيشن ما بين الحاجات عشان نعرف نفهم. طيب انا بقول لك ان بادجت ات كومبليشن وات بتجاوب السؤال بتاع وات ذا توتال جوب از سبوست تو كوست. يعني سبوست مفترض. يعني ايه مفترض؟ يعني مخطط. يعني ايه؟ انا بقول اهو سبوست يعني مفترض، مفترض يعني مخطط. اذا بادجت ات كومبليشن هي التكلفه بتاعت البروجكت.
التكلفه بتاعت البروجكت على بعضه. طيب استيميت ات كومبليشن، تمام، استيميت ات كومبليشن. هنا انا ايه اللي حصل؟ انا المشروع اتحرك شويه، مش لسه انا واقف في اول المشروع قبل ما يبتدي، لا المشروع اتحرك شويه وجيت عند نقطه ما وبدات اقيس زي ما انا عملت في اليوم الرابع في الاكزامبل اللي فات، لقيت ان في ديفيشن حصل، لقيت ان انا مش ماشي زي ما هو مخطط. فعند النقطه دي ببتدي اتوقع ايه اللي جاي واضيفه على اللي فات عشان يعمل لي استيميت ات كومبليشن. تاني عند النقطه دي انا بتكلم بادجت ات كومبليشن، انا هنا لسه واقف في الاول، في الاول خالص ومفيش ولا يوم عدى وانا بشوف انا مخطط ان المشروع يخلص بكام. تمام. طيب في استيميت ات كومبليشن انا كنت بدات بالفعل ووصلت اليوم ما مثلا اليوم الرابع زي الاكزامبل اللي فات، ولما وصلت اليوم الرابع لقيت ان في ديفيشن او مفيش ديفيشن او ايا كان، يعني ماشي على المخطط او مش ماشي على المخطط، بس انا بقف عند النقطه دي واقيس واشوف انا فين، وبناء على النقطه اللي انا واقف فيها ببتدي اتوقع اللي جاي، اتوقع اللي جاي واقول اللي جاي هيبقى كذا بالاضافه للي فات يبقى استيميت ات كومبليشن كذا. تمام. طيب الفرق ما بين الاثنين يديني حاجه اسمها variance at completion. variance at completion يعني الفرق او التباين عند انتهاء المشروع. ده بيجي نتيجة ايه؟ بيجي من طرح البادجت at completion ناقص estimate at completion ناقص estimate at completion. طيب انا في الكيس بتاعتي دي انا كنت مخطط ان المشروع كله يتكلف 400، لما وصلت عند اليوم الرابع لقيت ان انا كنت شغال او انا صرفت فعليا 90 واخدت الشغل ب60 اصبح في فرق 30. اذا لما انا اتوقع ان المشروع يكمل بقى بشكل كويس وان الاخطاء هكون عالجتها فهو هيكمل حسب المتخطط، بس في 30 خلاص طارت مني، في 30 طارت مني، فاصبح ان الاستيميت ات كومبليشن لو انا هكملت على الوضع اللي انا فيه ده صلحت اخطائي وكملت يبقى هتكلف كام؟ 430 اللي هي استيميت ات كومبليشن. طيب الديفرنس ما بينهم هيبقى 400 ماينس 430 يديني ايه؟ ماينس 30. اذا انا عندي اوفر رن، عندي اوفر رن كوست اوفر رن بمقدار 30 دولار. تمام؟ يا ريت يكون الموضوع كبير بالنسبه لكم. طيب ندخل على نقطه ثانيه مهمه. انا بقى لما في السلايد اللي فات دي قلت لك ان انا جيت عند اليوم الرابع وقست ولقيت ان في ديفيشن حصل، لقيت ان في ديفيشن حصل، فانا هنا واقف عند النقطه دي محتار، يا ترى انا هعرف اكمل بالبلاند ريت ولا هكمل بالاكتوال ريت اللي انا بقيت واصل له دلوقتي ولا انا هكمل ازاي؟ تمام. وهنا يجي الاكسبريشن بتاع استيميت تو كومبليت. استيميت تو كومبليت لو بنرجع كده معلش مع بعض يا جماعه للكيرف اللي كان عندنا هنا، هنا انا بكلمك على ادي بادجت ات كومبليشن اللي هو هنا، وادي استيميت ات كومبليشن اللي انا قلت لك عليه اللي هو يا جماعه ايه، انا جيت عند النقطه دي وشفت ان في انحراف فبدات اكمل على الوضع الجديد. الوضع الجديد ده بالمناسبه هو تقريبا زي اللي ده زي ده بس حط في الاعتبار الجزء ده معاه، فبقى عندي استيميت ات كومبليشن. طيب الحته دي بقى استيميت ات كومبليشن بالمناسبه هو كل الكيرف، بمعنى صح التوقع بعد النقطه اللي انا فيها دي اللي هو ده بلس الجزء اللي قبل الايه نقطه القياس، لكن استيميت تو كومبليت هي الحته دي بس من هنا للاخر، من هنا للاخر دي كده اسمها استيميت تو كومبليت، من عند نقطة القياس للآخر استيميت تو كومبليت. طب من عند نقطة القياس للآخر بلس الجزء اللي قبل نقطة القياس اسمه استيميت ات كومبليشن. تمام؟ طيب الموضوع ده كله قبل بقى ما نشتغل فعليا اسمه بادجت ات كومبليشن. معلش استحملوني أنا عمال أقول لكم حاجات كلها شبه بعضها، بس حضراتكم إن شاء الله بعد المحاضرة لما تترفع لكم على اليوتيوب وتسمعوها اكتر من مره هتلاقوا ان الكلام لوجيك وان انا بقول حاجات كونسيستنت مع بعضها. الازمه بس كلها انكم بتسمعوا تعبيرات والفاظ ورموز كلها جديده في وقت قليل، فهي دي الازمه، لكن هتلاقوا ان الدنيا بالنسبه لكم مستقره جدا ومفهومه جدا. طيب فاحنا عندنا هنا بقى ايه سؤال بنساله نفسنا، احنا هنكمل ازاي؟ فقال لك a forecast for the estimate at completion may differ
from the budget at completion based on the project performance. يعني ال AAC هتختلف عن ال BAC حسب ال project performance. If it becomes obvious, if it becomes obvious that the BAC is no longer viable, يعني أنا ما هعرفش أكمل حسب ال BAC, then we have a NAAC اللي هو estimate at completion. وعشان نكالكوليت الـ estimate at completion بنحتاج نمشي مع بعض الفرضيات, تمام؟ EAC forecast for ETC work performed at the budgeted rate. اول احتمال بقول والله ايه, انا حصل عندي انحراف وبعدين انا لما جيت استعند اليوم الرابع واكتشفت الانحراف ده عرفت سببه وعالجته وهقدر اكمل بعد كده بنفس الريت المخطط, الا وهو يعني انا مثلا انا كنت انتجت في اليوم الرابع 3 ترابيزات بتكلفه 90 انتجت في اليوم الرابع 3 تيبلز بتكلفه 90, اذا التيبل كده الكوست بتاعه كام عليا؟ 30. طيب ولكن المخطط انها كانت تبقى كام؟ 20. طب يا ترى انا هكمل بالكوست بتاع ال 30 لكل تيبل ولا بال 20 لكل تيبل؟ لو انا ماشي او انا قدرت اسيطر على المشكله اللي سببت لي ديفيشن وهقدر اكمل بالكوست بتاع البادجت ات كومبليشن. طيب انتوا سامعيني يا جماعه؟ المهندس حازم بيقول في مشكله في الصوت, لو سامعيني اكتبوا رقم 1. طيب مهندس مش مهندس حازم, ممكن تكون المشكله عند حضرتك في الانترنت كونكشن او في السبيكر, فيا ريت ترجح. الناس سامعيني الصوت بيقطع حاليا؟ الصوت بيقطع؟ لا معلش, لو الصوت بيقطع قولوا لي. حاليا الصوت بيقطع يا جماعه؟ طيب تمام الصوت كويس ماشي. طيب زي الفل. يعني ممكن الناس اللي حاسه بصوت بيقطع عندها مشكله في الصوت تراجع الانترنت كونكشن وتراجع السبيكرز بتاعها, تمام. واحيانا يا جماعه لو انتوا بتعملوا حاجات كتيره على البي سي ممكن ده الرامات لو قليله شويه او حاجه يسبب ان الصوت يحصل فيه انتربشن. طيب خلينا نكمل والصوت تمام ومحدش يعمل انتربشن تاني على الشات الا اذا في مشكله في الصوت. طيب فاحنا عندنا اول حاجه بنفترض ان احنا سيطرنا على المشكله وان احنا هنكمل حسب الوضع المخطط, الا وهو $20 for each table. $20 for each table. طيب في الحاله اللي زي دي هقول ايه بقى؟ هقول ال EAC اللي هي estimate at completion بتساوي actual cost زائد PAC ناقص AV. AV اللي هي ال earned value. PAC اللي هي ال budgeted at completion. وهنا ادي ايه؟ actual cost. نرجع تاني للشكل اللي كنا عليه. تمام؟ الشكل اللي كنا عليه ايوه ثواني. أنا جيت عند النقطة دي ولقيت, يعني بصوا أنا جيت عند النقطة دي وأنا صرفت هنا لكن أنا هنا واقف عند الخط ده. طيب أنا هقدر أكمل بالريت ده. أنا هقدر أكمل بالريت ده. تمام؟ إذا الكيرف بتاعي هيبقى عامل كده. تمام؟ إن أنا ماشي عادي خالص وحصل بس عندي الزيادة دي اللي هي في الحالة بتاعتي في الإكزامبل ال $30. ولكن انا هقدر اكمل على البادجت ات كومبليشن. فساعتها بقوم عامل ايه؟ بقوم قايل اكتوال كوست اللي هي كل دي, اكتوال كوست اللي هي كل دي بلس ايه؟ بلس بادجت ات كومبليشن دي اللي هي كل دي ناقص الايه؟ الايرنت فاليو اللي هي دي. تمام؟ طيب تعالوا نشوف هناك. أنا أشوف هنا اهو اللي هي البادجت ات كومبليشن ماينس الايرند فاليو. انا بعيد يا جماعه وبنروح وبنيجي عشان انا عارف ان الجزء دوت ممكن يسبب لبعض الناس لخبطه, واحنا بنعيد تاني اهو ان شاء الله برضو بعد ما نخلص لو في جزء مش واضح هنرجع نقول. طيب نيجي للاختيار التاني.
ان انا مش هعرف اسيطر على الخطأ، وان انا هستمر ان انا انتج الترابيزات او التيبلز مش ب 20 دولار لكل تيبل، لا ب 30 دولار لكل تيبل، اللي هو الواقع اللي انا بقيت عايشه دلوقتي، ان انا وصلت لليوم الرابع وبنتج 3 تيبلز ب 90 دولار. تمام، في الحاله دي المعادله هتبقى EAC بتساوي Budget at Completion على CBI الجديد اللي انا جبته نتيجه الاياس اللي هو كان طالع لي 0.666. طيب نيجي بقى للحاله الثالثه، انا لحد كده انا خدت في الاعتبار ايه؟ خدت في الاعتبار الكوست بيرفورمانس اندكس اللي هو بيقول لي ان انت انتجت 3 تيبلز ب 90 دولار، لكن ما خدتش في الاعتبار ان انا وصلت لحد اليوم الرابع وما انتجتش الا 3 تيبلز بس. انا كده ما خدتش في الاعتبار السكادول بيرفورمانس اندكس. فالاحتمال الاخير هو ان انا اخد الاثنين مع بعض، اخد الكوست بيرفورمانس اندكس مع السكادول بيرفورمانس اندكس. فالمعادله الاخيره دي هتلاقيها ميكس من المعادلتين اللي فوق، هتلاقيني خدت الاكتوال كوست اهو، وخدت بعد كده الجزء دوت حطيته هنا كبسط، تمام، وخدت تحت بقى بدل ما هنا سي بي اي بس بقى سي بي اي مضروب في الاس بي اي. عشان اعمل ايه؟ انا بقول في المعادله دي ان انا هحط في الاعتبار النيو كوست بيرفورمانس اندكس والنيو سكادول بيرفورمانس اندكس، يعني هشوف استيميت ات كومبليشن في ضوء الوضع اللي انا بقيت واصل له، ان انا بنتج بنتج 3 ترابيزات في 4 ايام، وبنتج 3 ترابيزات او 3 تيبلز ب 4 ب 90 دولار. تمام، فكل واحده منهم هتبقى في اتجاه. طب تعال نشوف كمان التو كومبليت بيرفورمانس اندكس. تو كومبليت بيرفورمانس اندكس وهو المعدل او الاندكس اللي انا هكمل بيه الشغل لحد الاخر. انا كنت بجيب يا جماعه حاجه اسمها كوست بيرفورمانس اندكس، تبقى حاطه في الاعتبار الجزء اللي في اللي اتنفذ والجزء اللي لسه هيتنفذ. تمام، طيب انا النهارده عايز اوصل لتو كومبليت بيرفورمانس اندكس يحقق لي حاجه معينه. يعني انا النهارده قررت ان انا اجي اقول والله لا معلش، انا جالي السبونسر، انا مدير المشروع وجالي السبونسر لقاني صارف اكتر، لقاني صارف 90 وانتجت ما يوازي 60 واحنا في اليوم الرابع. قال لي بص يا زول انا ما عنديش تفاهم، انت هتخلص حسب البادجت اللي احنا مكملينها اللي احنا حطيناه، هتخلص حسب البادجت اللي احنا حطيناه، فاتصرف. فانت بقيت دلوقتي في موقف بتسال نفسك، انا عشان اخلص حسب البادجت المخططه اعمل ايه؟ فرحت واخد الشغل اللي متبقي قسمته على الفلوس اللي متبقيه عشان تطلع حاجه اسمها تو كومبليت بيرفورمانس اندكس، عشان اوصل للمعدل اللي انا المفروض امشي عليه عشان اخلص حسب الرقم اللي هم قالوا لي عليه. يعني هنا انت مش عندك سي بي اي بتبتدي تشتغل عليه، انت بتكريت السي بي اي اللي المفروض تشتغل عليه عشان تحقق تارجت معين في الكوست، عشان تحقق تارجت معين فين؟ في الكوست. طيب يبقى تي سي بي اي از ا سي بي اي عادي، بس that must be achieved in order to meet a certain management goal for the project such as budget at completion or estimate at completion. فحضرتك النهارده لما وصلت الاستيميت ات كومبليشن اللي انت جبتها من المعادله اللي فاتت دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي دي، تمام، استيميت ات كومبليشن بقى انا وصلت الرقم، بقيت عايز تعرف ايه هي الكوست بيرفورمانس اندكس اللي انت المفروض تمشي عليها عشان تقدر تحقق. عشان نفهم برضو يعني ايه كوست بيرفورمانس اندكس وتو كومبليت بيرفورمانس اندكس، انا هنا بعمل ايه او انا هنا بدور على ايه؟ تعالوا ناخدها كده بالكلام وبالدنيا اللطيفه. انا كنت مخطط ان البروجكت اللي فات دوت يكلفني 400 دولار، وانا جيت عند اليوم الرابع لقيت ان انا صرفت 90 دولار وانتجت كام؟ انتجت 60، انتجت 3 تيبلز ب 60 دولار. طب انا كده متبقي في ايدي كام؟ انا متبقي في ايدي 310، بس انا متبقي لي شغل يوازي كام؟ انا متبقي لي شغل يوازي 340. يبقى ال 340 دول هم الريميننج، الورك ريميننج. 340 دول هم ايه يا جماعه؟ الورك ريميننج.
طيب والفلوس اللي متبقيه معايا هي عباره عن 400 ناقص 90 يبقى 310. يبقى اذا 340 على 310 هيطلع لي رقم اكبر من الواحد الصحيح. رقم اكبر من الواحد الصحيح فور اكزامبل قول ان هو هيبقى 1.1. طب ده معناه ايه؟ معناه ايه ان يبقى عندي كوست بيرفورمانس اندكس اكبر من الواحد الصحيح اللي هو 1.1. معناه ان الحاجه اللي كانت بتكلفني جنيه انا عايزها تكلفني 90. الحاجه اللي كانت بتكلفني جنيه او دولار انا عايزها تكلفني 90 سنت. وبالتالي انا ساعتها اقدر اوصل لنفس البادجت ات كومبليشن اللي انا كنت عايز اوصل له في النهايه. يعني انا التيبل بتاعتي اوصل لمعدل بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الورك ريميننج اللي هو 340 ده على الفانس ريميننج ل 310 طلعت 1.1. لما يبقى عندي كوست بيرفورمانس اندكس 1.1 يبقى اذا انا المفروض ابرودوس كل تيبل مش ب 20 دولار، لا ده كمان ب 18 دولار عشان اقدر في النهايه اوصل للبادجت ات كومبليشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تمام؟ يا ريت الجزء ده يبقى واضح. انا اتكلمت هنا في اكتر من نقطه. تو كومبليت بيرفورمانس اندكس، ايه هو البيرفورمانس اندكس اللي المفروض امشي عليه عشان اوصل للمانجمنت جول اللي انا عايزه؟ طبعا انا عندي هنا تو اوبشنز، اوبشن بتاع البادجت ات كومبليشن، وهتلاقوا هنا في شكل كده شبه الشكل اللي انا رسمته لكم هناك. شايفين؟ خليكم معايا كده في الليزر بن وانا بحركه. شايفين كده احنا ماشيين ازاي؟ اهو اهو. طب تعالوا افكركم كده بالشكل اللي انا رسمته هنا. لما قلت لكم هكمل حسب البادجت ات كومبليشن، انا جيت مشيت كده 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 اهو، ورحت نازل كده ورحت عامل كده. ده نفس اللي حصل هنا دلوقتي كده اهو. انا جيت ماشي كده ماشي كده اهو، ورحت عامل شارب عشان اكمل حسب الايه؟ بادجت ات كومبليشن. طب لو انا هكمل حسب الاي اي سي اللي هي مش المخططه، اللي هي ميكس ما بين المخطط وما بين الاكتوال، فاصبح عندي مانجمنت جول جديد. المانجمنت جول الجديد مكانه هنا مش هنا، فبقيت عايز امشي ازاي؟ بقيت عايز امشي كده. تمام؟ ده اللي هو التي سي بي. طيب الايكويشن او الفورمولا هنا عندي عباره عن ايه؟ زي ما قلت لك الورك ريميننج اوفر فانس ريميننج، ورك ريميننج اوفر فانس ريميننج، اللي هي عباره عن ايه ورك ريميننج؟ قال لك اللي هو بادجت ات كومبليشن ناقص ايرنت فاليو، اللي احنا لما طبقناها من شويه قلنا 400 ناقص بتاع دوت 400 ناقص 60 طلعت 340. طيب فانس ريميننج، فبيقول لك هنا ان انت عندك تو كويشنز، انت هتشتغل بانهي واحده فيهم؟ بادجت ات كومبليشن ناقص اكتوال كوست، ولا استيميت ات كومبليشن ناقص اكتوال كوست؟ شوف انت عايز تشتغل بانهي واحده فيهم. تمام؟ فبناء على اللي هيطلع لك هنا اللي هي المفروض بادجت ات كومبليشن ناقص اكتوال كوست اللي هي 400 ناقص 300 ناقص 60 310 هيبقى 340 اوفر ال 310. تمام؟ يا ريت يبقى الموضوع واضح. تعالوا ناخد الاكزامبل اللي قدامنا ده. انا عندي مشروع ان انا محتاج ابني اربع جدران، محتاج ابني اربع جدران. تمام؟ طيب مهندس ربيع معلش هتنتظر بس، يعني احنا فاضل لنا ناخد الاكزامبل ده بعدين ناخد بريك ونرجع تاني نكمل وفي الاخر خالص هنتناقش. احنا عندنا مشروع نبني اربع جدران، كل جدار هنبنيه في اسبوع، وكل جدار هيتكلف معايا 1000 دولار. وبالتالي المشروع كله هيكلفني 4000، والمشروع كله هياخد اربع اسابيع. سمبل. طيب الوركينج دايز، انا ما بشتغلش كل الايام، انا بشتغل 5 دايز بير ويك ستارتنج اون ساتردي اند فينيش اون ثيرزداي باي 5 بي ام. خلاص انا بشتغل خمس ايام من ساندي تو ثيرزداي من 9 ل 5. واسيوم is linear، يعني احنا ماشيين بمعدلات linear، والناس المهندسين فاهمين يعني ايه linear. تمام؟ والناس اللي مش مهندسين linear يا جماعه يعني معدل التقدم هو معدل ثابت. انا كل يوم بعمل شغل زي اليوم اللي قبله، ما بجيش في يوم اعمل شغل قليل قوي وبعدين اعمل في شغل تاني اللي هو الشغل بقى الايه؟ اللوغاريتميك والدنيا دي كلها. طيب احنا بنسال نفسنا سؤال. تمام؟ أو مش بنسأل نفسنا سؤال، هو في سؤال في الأول بيقول لك إحنا جايين نقيس عند الأسبوع الثاني يوم الأربعاء الساعة 5 بي.إم. يعني هيكون عدى عندنا كام يوم؟ الأسبوع الأول كله 5 أيام، والأسبوع الثاني عدى منه 4 أيام، وإحنا عند 5 بي.إم يعني عند نهاية اليوم، يعني بالفعل قفلنا 9 أيام.
طيب لما احنا نكون قفلنا 9 ايام حسب اللي انا قلته لكم من شويه هنا، يا ترى البلاند فاليو ايه؟ يعني انا عند النقطه دي المفروض اكون خلصت ايه؟ والله انا متفق من الاول او احنا متفقين ان بنخلص جدار كل اسبوع، اذا الاسبوع الاول انا خلصت جدار، وفي الاسبوع الثاني انا اكون خلصت ما يوازي 4 على 5 من جدار. مش انا في ال5 ايام بخلص جدار وانا في اخر اليوم الرابع والدنيا لينير، يبقى انا هكون خلصت ما يوازي 4 على 5 من جدار. اذا انا في الاسبوع الاول خلصت كل الجدار ده، ففي الاسبوع الثاني اكون خلصت 80% من الجدار الثاني، خلصت 80% من الجدار الثاني. طيب لما اجي اشوف الكلام ده كله، الكلام ده يمثل بالنسبه لي، انا قلت الجدار بكام؟ الجدار ب 1000، و80% من ال 1000 800. يبقى ببساطه البلاند فاليو هي عباره عن الجدار زائد ده. طيب هنا ده ب 1000 وده ب 800، يبقى كله كام؟ 1800. اهو وول 1 100% يساوي $1000، وول 2 يساوي 80% equals $800. اوكي طيب كله $1,800 دي البلاند فاليو. لكن اللي حصل بقى، لكن اللي حصل ان احنا عند الاسبوع الثاني يوم الاربعاء الساعه 5 كان الشغل اللي اتنفذ كالاتي: جدار كامل تم الانتهاء منه، وتم الانتهاء من 50% من احد الجدران و10% من احد الجدران. ده اللي حصل فعليا، ده اللي حصل ايه فعليا. انا دلوقتي عايز اطلع من اللي انا شايفه قدامي ده الايرنت فاليو. طيب انا طلعت من هنا بايه؟ بجدار و10% من جدار، 50% من جدار، نحط ال 10% 50% يبقى 60%. طيب وادي جدار يبقى ايه؟ 100% و60%. نضرب بقى الكلام ده في 1000 اهو، 100% في 1000 و50% في 1000 و10% في 1000، كله طلع كله 1600. اذا الايرنت فاليو هي القيمه المكتسبه، انا عملت شغل يساوي كام؟ يساوي $1600. تعالوا بقى نروح نشوف ايه هي ايه البارامتر اللي ناقص. دلوقتي انا جبت البلاند فاليو، جبت الايرنت فاليو، ايه البارامتر اللي ناقص؟ مظبوط، اكتوال كوست. طيب الاكتوال كوست ده لازم يبقى جيفن، يعني انا مش اخترعه، لازم هو يقول لي انا صرفت كام. فطلع اللي اتصرف $2,250. اذا انا المفروض كنت اعمل في اليوم في الوقت ده شغل ب 1800، انا عملت شغل ب 1600، ولكن فعليا صرفت 2250. لكن فعليا صرفت كام؟ 2250. طيب وبالتالي ادي الايرنت فاليو، ادي سوري البلاند فاليو، ايرنت فاليو اكشوال كوست. لما اجي اشوف السكادول فاريانس اقول ايه؟ ايرنت فاليو ناقص بلاند فاليو، 1600 ناقص 1800 يديني ماينس 200. لما بحط الحاجه بين قوسين يا جماعه معناها ماينس. طيب كوست فاريانس از ذا سيم، ايرنت فاليو ماينس اكشوال كوست. يبقى انا عندي هنا ايه؟ 1600 ماينس 2250 يبقى 650 برضو بالماينس. تمام؟ طيب لما نيجي نطلع برضو السكادول بيرفورمانس اندكس، هنقول ايرنت فاليو اوفر بلاند فاليو ب 1600 اوفر 1800 يديني 9/10 او 90%. وهنا ايرنت فاليو اوفر اكشوال كوست اللي هو 1600 اوفر 2250 يساوي 7/10. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي معنى 9/10 و 7/10 معناها ايه؟ معناها ان حضرتك ملتزم بالجدول الزمني بنسبه 90% وملتزم بالبادجت بتاعتك بنسبة 70%. تمام؟ معنى كده انك مش ملتزم 100%. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا، وهناخد الجزء دوت بعد البريك ان شاء الله. ولو المهندس احمد معانا، المهندس احمد معانا؟ معاك يا هندسة. طيب يا فندم انا بسيب لحضرتك المايك كده وهرجع الساعة 9:05 ان شاء الله. موجود يا باشمهندس؟ معك يا السلام عليكم شباب، صوت واضح؟ لو الصوت واضح نضغط رقم 1. جميل خالص. في حد عنده أي سؤال؟ معكم احمد دعم فني. اللي عنده اي سؤال، محتاج اي حاجه، في حاجه واقفاله، محتاج يفهم اي شيء كاداره كورس، يعني مش الكورس نفسه، اتفضل. يعني
اجابات الكويز دي هندسه حضري هندسه ارفع حضرتك. ايه تاني؟ انا رفعت لك الاول والتاني التالت لسه ما رفعش. الروابط كلها في اول بوست يا هندسه هتلاقي فيه روابط المجمعه بتاعت الكورس، هتلاقي فيها كل الروابط اللي حضرتك عاوزها. عاوزين سيشن لكيفيه تسجيل الامتحان، حاضر يا باشمهندس. هنبقى نظبطها نشوف الموضوع ده. خالد طارق عندنا سؤال من اول محاضره. ارسال خاص من عينيا، حاضر يا باشمهندس ابراهيم. الكورس يا شباب، الباشمهندس ثواني بس عشان اسمي تهمني، مهندس خالد. مهندس خالد الكورس عباره عن 13 محاضره، المفروض ان هو كل يوم سبت وثلاث الساعه 8 بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت مصر. في طبعا شروط لحصول الشهاده في الاخر، اللي هي الشهاده بال 35 ساعه اللي بتؤهلك للامتحان الدولي، ان انت تكون حاضر 9 محاضرات من ال 13، حلل 9 والذات عندك الاختبار النهائي في 65% درجه النجاح، وبناء عليها هتطلع لك الشهاده ب 35 ساعه فور فري. اوكي، اما لو انت عاوز تتابع الكورس فكده كده المحاضرات مسجله بتترفع على اليوتيوب، البلاي ليست مع الماتيريال، وعاملين احنا رابط للمكتبه شامله الكويزات باجاباتها بالماتيريال بتاعتها بكل ما تتعلق الحاجات اللي انت عاوزها هتلاقيها في جوجل درايف، مكتبه عاملين لنا على جوجل درايف كل الروابط دي على البوست. المحاضره الخامسه يا باشمهندس خالد، فللاسف احنا كده عندنا الاربع محاضرات. اوكي كده، في حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ في حد عنده حاجة موقفة عليه؟ هندسة في الماتريال ممكن ترفع الفايل رقم 2 تاني. كل الماتريال اللي باشمهندس موجودة في ملف اسمه ماتريال على المكتبة. لو عندك مشكلة بقى كلمني خاص وأنا ببعتها لك على الخاص. سجل اسمك من محاضرتين، سجل اسمك فينا يا باشمهندس؟ لينك الاستبيان؟ لينك الاستبيان كده كده محطوط في البرد وفي الرابط المجمع يا باشمهندس مصطفى، هتلاقيه في اول بوست. بعت بالفيسبوك، يعني انت كلمتني وانا ما حلتلكش المشكله توصل؟ هرفعه لك دلوقتي يا باشمهندس. باشمهندس محمد عادل، انت كلمتني وانا ما حلتش المشكله؟ مهندس محمد عادل، مهندس محمد عادل سامعني كويس؟ صوت واضح يا شباب؟ سامعيني الأول؟ تمام اهو، حلو. يعني انا رديت عليك حليت لك المشكله يعني، ولا قلت لك كلمني خاص؟ طب بعد اذنك يا باشمهندس كلمني خاص وانا احل لك المشكله. اوكي، لو المشكله ديت كلمني خاص وانا هشوف المشكله فين بالظبط وحلها. في حد عنده مشكله تانية يا شباب؟ ها؟ هرفعها لك دلوقتي يا باشمهندس ان شاء الله، بعد المحاضره هتلاقيها مرفوع. ايه تاني يا شباب؟ ها؟ ابراهيم سلامة، جزاك الله خير يا باشمهندس.
ما تحت امرك يا باشمهندس اي وقت. ايه في حد عنده سؤال تاني؟ والله قلت انا هرفعه بعد المحاضره. صح هنرد على الاتريس. ارفعه بعد المحاضره على طول. ايه تاني؟ ها؟ تمام. طيب بما ان ما حدش طب ثواني كده اشوف ال ربنا يبارك فيك يا باشمهندس محمد علاء. انس ربيع جزاه الله خيرا حط لك اللفه. ايه في حد عنده سؤال تاني؟ مهندس انور ومهندس ربيع ورافعين ايدهم، في مشكله؟ نوت وركينج. نوت وركينج. باشمهندس احنا قلنا كل مرة الاستبيان بتفتح في آخر المحاضرة، في آخر المحاضرة. أوكي ولا يهمك يا باشمهندس أنور. ما احنا قلنا يا باشمهندس مصطفى إن لينك الاستبيان موحد عشان أنتوا كل مرة تسألوا فين رابط الاستبيان، فأنا وحدته لكم على كل المحاضرات هيبقى نفس رابط الاستبيان، بس كل مرة بيتفتح ساعة في آخر المحاضرة هتلاقيه اتفتح نفسه. يعني انت ايه ما تتعبش اعصابك، كل مره تضغط على نفس الرابط هيفتح لك الاستبيان. هتخش دلوقتي هتلاقيه مقفول، هتخش بعد المحاضره هتلاقيه مقفول، هتخش في اي وقت هتلاقيه مقفول. هو الوقت الوحيد اللي اول لما بتبدا الاسئله بتاعه المحاضره الباشمهندس بيجي في الاخر بعد ما بيخلص بيقول يا جماعه في حد عنده اي سؤال، بتبداوا تسالوا بقوم انا فاتحه. الناس طول الفتره دي وكمان انا بدخل بعدها لغايه اما الناس تستكفي خالص وكل اللي قاعدين في القاعه معايا واللي على اللايف يقولوا يا جماعه بعد اذنكم احنا عاوزين في مشكله انا مش عارف اسجل حاجه معلقه حاجه مش عارف ايه، بفضل قاعد لغايه ما الكل يسجل وبعد كده بقوم قافل عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لك ايه معلش اصل ما عرفتش معلش اصل اتقفلت مره واحده. انا بفضل قاعد ما بقفلش القاعه وما بقفلش حتى البتاع لغايه ما الكل يسجل. اوكي هو نفس الرابط عشان الناس ما تتوهش. هي في حد عنده سؤال؟ مهندس ربيع لسه رافع ايده. مهندس ربيع. لو في حد عنده سؤال تاني؟ نو ثانكس. اوكي. ماشي احنا تحت امرهم عليك. يا شباب لو سالتكم كم واحد شغال بلاننج هنا ممكن يعني تعملوا رقم واحد اللي شغال بلانر بس بلانر بلاننج في اي حاجه بلانر بلاننج انجينير برامج زمنيه ولا واحد دكتور ابراهيم بس اثنين ما شاء الله والله مش بس على حسب يعني كورس انجلش هنشوفها دي. سألتك هنا قبل المحاضرة وقلت لك ادينا نبذة عن الموضوع ده.
موضوع ايه يا باشمهندس محمد سعيد؟ معلش قول تاني معلش عشان احيانا كده بتلخبط يعني. لا في ثلاثة يا باشمهندس بس انا لسه هنزلها لكم. بلانين بلانين عاوز تعرف يعني الليلة ماشية ازاي في البلانينج يعني؟ بلاننج انجينير ده يا باشمهندس بيعمل كنترول على الشركه او المشاريع على حسب هو السكوب اوف ورك بتاعه ايه، هل هو ماسك اداره كامله ولا هو بروجكت واحد. تمام، بيعمل له كنترول من كل حاجه بقى، من الماتيريال في الريسورس بتاعتك سواء مان باور ريكومنت الكلام ده، وفي نفس الوقت بيعمل له البرنامج ازاي من الكابيز لاين الريكفري بتاعه والمتابعه الابديتنج الديلي روبوت ويك روبوت، يعني حاجات كتير يعني مش عاوز اعقدك من كتر الحاجات اللي بيعملها، بس يعني ايه ده السكوب فورك العام يعني. عاوز المحاضره دي هندسه ان شاء الله قريب هندسه عن قريب. طبعا التولز اللي بيستخدمها هو اساس نجاح المشاريع، هو اساس نجاح المشاريع فعلا يا باشمهندس يا دكتور ابراهيم، بس الاساس يعني المشروع هينجح بالذات لو انت فيه بصراحه، كفايه ان انت فيه انا كده ضمنت النجاح حتى لو مفيش بلان. عايز كورس اجايل؟ حاضر يا باشمهندس نحاول نظبطها زي كورس البي ام بي كده يا باشمهندس. ايه باشمهندس احمد شرح المره اللي فاتت الاجايل في اخر المحاضره، ممكن حضرتك لو سمعت المحاضره تاني هتاخدي نبذه عن الاجايل. لو حبيتوا يعني في فيديوهات كتيره موجوده على النت بتشرح الاجايل كويس، بس طبعا مش كورس كامل يعني، بتشرح مفردات عامه يعني. الاجايل ده اداره مشاريع باشمهندس وليس لبتوع الاي تي بس، والدليل ان البي ام بي هتدخلها في الاصدار الجاي ان شاء الله. هو نولج في الاخر. من عينيا يا باشمهندس محمد، وانت بعت لي فين على الخاص؟ على الاكونت بتاعي؟ محدش بعت لي حاجه على الخاص. تمام، لكن المقصود ان المؤسسه السوفت وير بتاع هو يعني هو كان النولج ده بيستخدم في معظم السوفت وير الاول، بس بعد كده بدا ان هو عارف انت لما بيكون في حاجه كويسه استخدمت في فيلد معين فالباقي بيوحدوه على الجميع بما ان الليله تمشي عليهم يعني. هو في كويز طبعا باشمهندس سلمى مهندس وليد ذكر باشمهندس وليد في ان شاء الله. يعني باشمهندسين في اي اسئله ثانيه؟ طيب باشمهندس احمد هيدخل معاكم دلوقتي واستنوني في البريك المرة الجاي عشان هشرح لكم بعض الحاجات الخاصه بالاكاديميه. اوكي؟ ضروريه شويه. فارجو ان ايه ان الناس تكون مركزه معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، يا ريت ناكد الصوت مع بعض يا جماعه. صوت مسموع؟ طيب تمام زي الفل زي الفل. هنبتدي دلوقتي في جزء تاني مهم. احنا خلاص قلنا الاكزامبل، انا عارف ان انتم ممكن يكون عندكم اسئلة في الجزء اللي فات، فاللي عنده سؤال يكتبه ونخليه للفقرة بتاعت الاسئلة ان شاء الله. طيب هنتكلم دلوقتي عن شوية مفاهيم مهمة. أول مفهوم عندنا هو الـ present value. قبل ما أشرح لك يعني إيه present value و future value، عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك هل الـ 5000 جنيه النهاردة تساوي
او تقدر تشتري اللي كانت بتشتريه ال 5000 جنيه من 5 سنين؟ طبعا لا. تمام. هل قيمة الدولار في مصر تحديدا في مصر، لانه في مصر حصل تغيير في قيمة الدولار او قيمة الجنيه مقابل الدولار على مدار السنين اللي فاتت؟ طبعا لا. طيب اصلا بعيد بقى عن اختلاف قيمة الجنيه مقابل الدولار والكلام ده كله، في حاجة اسمها تضخم. التضخم دوت هو ان الفلوس اللي في ايد حضرتك كل سنة بتشتري حاجات اقل من اللي كانت بتشتريها السنة اللي قبلها. والتضخم ده بيبقى عبارة عن ان الانتاج او السلع اللي موجودة على نطاق بلد معينة هي او بتزيد بمعدل قليل مقابل في فلوس اكتر في ايد الناس. فالناس دي كلها بتتصارع او تتنافس على السلعة دي، وبالتالي بعد كانت الحاجة دي بتسوى 5، بما ان في ناس معاها فلوس اكتر فالناس الحاجات دي مش هتكفي كل الناس، فبيبتدي الناس دول يتنافسوا عليها، وفي اللي يعرض ان ياخدها ب6، وبالتالي الحاجة اللي كنا بنجيبها ب5 بقينا بنجيبها ب6. طبعا احنا مش هندخل في حتة ايكونومكس ونقعد نشرح اسس وحاجات اساسيات في الاقتصاد، ولكن احنا عارفين ان في تضخم. ايه اللي بيعادل التضخم دايما؟ هي نسبة الفايدة المعلنة من البنك المركزي، وبالتالي باقي البنوك كلها بتحط المارجن بتاعها او بتحط الهامش بتاع الربح بتاعها فوق النسبة المعلنة من البنك المركزي. طبعا البنك المركزي عندنا في مصر بيقابله مؤسسة مشابهة المفروض في دول اخرى بيبقى اسمها البنك المركزي او مؤسسة النقد، او مثلا في امريكا اللي هو المؤسسة الفيدرالية للنقد او حاجة زي كده. طبعا في كل بلد بتبقى فيه مؤسسة بتدير السياسة النقدية ودراسة السياسة المالية. في فرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، انا مش عايز اتفرع معاكم اكتر من كده، ولكن احنا بنتكلم عن السياسة النقدية. والبنك المركزي بيكون مسؤول عن تحديد سعر الفايدة. تحديد سعر الفايدة لما يقول لك دايما سعر الفايدة كذا، فده بيبقى مؤشر لحاجات كتيرة جدا في البلد دي، مؤشر اقتصادي ومؤشر له علاقة بالنمو ومؤشر علاقة بالسيولة ومؤشر علاقة بالتضخم وهكذا. المهم التضخم ده بيتعادل بحاجة اسمها الانترست ريت او الفايدة البنكية. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بستخدم الانترست ريت ده عشان اقدر احسب قيمة الفلوس بعد وقت معين. انا النهاردة لما اجي اوعدك ان انا هديك 2 مليون جنيه بعد 5 سنين، ما ينفعش ان انت عقلك يفهم ان هم 2 مليون جنيه. ليه؟ لان هم بعد 5 سنين. والاتنين مليون لما هتديهم لي النهاردة مش زي ما هتديهم لي بعد 5 سنين. وبالتالي انا لما اجي النهاردة اتكلم معاك واقول لك هديك 2 مليون بعد 5 سنين، انت المفروض تقعد تحسب حساباتك وتقوم تتوقع المبلغ ده كام النهاردة. خليه طلع 1.3 مليون، فانت بتبتدي تاخد قراراتك بناء على ان المبلغ اللي انت هتديهوني بعد 5 سنين بسعر النهاردة يساوي 1.3. طيب يساوي 1.3. وبالتالي انت دايما عندك قدرة على انك تعرف الفلوس اللي هتجيلك في المستقبل تساوي كم بسعر النهاردة، او الفلوس اللي معاك النهاردة لو حبيت ترحلها للمستقبل هتساوي كم. وبالتالي اصبح عندي حاجة اسمها present value اللي هو سعر النهاردة او قيمة الحاجة النهاردة، وهي future value اللي هي القيمة المستقبلية للفلوس. طيب بس ببساطة شديدة جدا، لو انا جيت قلت لك ان انا النهاردة عندي 50,000، انا معايا 50,000، انا هديك 50 مبالغ كالآتي: 50,000 النهاردة و 35,000 بعد سنة و 15,000 بعد سنتين. اذا المجموع الكلي 100,000 جنيه. انت كده هتقول لي يبقى انا هاخد منك 100,000 جنيه. هقول لك لا، غلط. انت هتاخد 50,000 النهاردة، اذا هي 50,000. تمام؟ انت هتاخد 50,000 النهاردة، اذن هي 50,000. فلكن هتاخد 35,000 بعد سنة، اذن هي مش 35,000، هي تساوي بسعر النهاردة 31,000. وهتاخد 15,000 بعد سنتين، ولكن هي مش 15,000، هي تساوي 12,000. جبنا بقى الارقام دي منين؟ جبناها عن طريق المعادلة دي اللي بتقولك ان present value تساوي future value على 1+r(t)^t. 1+r(t). تمام؟ يبقى future value over 1+r(t).
احنا عندنا هنطبق المعادله عندنا، هنجيب فيوتشر فاليو اللي هي مثلا 35 نحطها هنا، 1 بلس ار ار اللي هو بيقول لك هنا الانترست ريت، قال لك اسيوم 10% انترست ريت ديسكاونت ريت، بنسميه احيانا برضه ديسكاونت ريت، يبقى 1 بلس 1 من 10 تو ذا باور اوف تي، تي اللي هي عدد السنين او عدد الوحدات الزمنيه اللي انت هتعد بيها. في الحاله الاولانيه التي عندنا تساوي 1، في الحاله الثانيه التي عندنا تساوي 2. فهو هنا لما جه طبق الكلام دوت على، طبق المعادله دي على الكلام ده طلعت له الفاليوز دي. اذا لما تيجي تجمع الفاليوز دي مش هتلاقي ان الكلام المجموع 100000، اذا اللي انت هتاخده مني مش 100000، اللي انت هتاخده مني اقل من 100000. فدي فكره البريزنت فاليو. وبالتالي اصبح عندي حاجه اسمها نت بريزنت فاليو. نت بريزنت فاليو هو ايه؟ هو الفرق ما بين الانكم والانكم والكوست. انا بصرف فلوس وبتجي لي فلوس، انا بصرف فلوس وبيجي لي فلوس. افترض ان انا بصرف فلوس على مشروع والمشروع ده بيجيب فلوس اثناء الصرف او بيقعد سنتين وبعدين يجيب فلوس. تعالوا نشوف اكزامبل. في مشروع هيبقى على مدار 3 سنين او 3 شهور او ايا كان، وفي ليه ريفينو وفي ليه كوست، في ليه ريفينو وفي ليه ايه كوست. طيب المشروع في اللحظه الاولى هيصرف 200، هيصرف 200 وما لوش اي ريفينو، وبالتالي نت بريزنت فاليو بتاعه ال 200 هي كام؟ 200، لان هي مصروفه في اللحظه الاولى. بعد مرور سنه انا هصرف 200 وهيكون دخل لي 50، بس هصرف 100 وهيكون دخل لي 50. ال 100 دي هتتصرف بعد سنه، يبقى هي بسعر النهارده كام؟ 91 حسب الانترست ريت 10%. طيب وعندي هنا هيدخل لي 50 بعد سنه، ولكن هي بسعر النهارده كام؟ برضه بال 10% 45. طيب بعد سنتين انا مش هصرف اي حاجه وهيدخل لي 100، ال 100 دي بسعر النهارده 83. طيب انا بعد 3 سنين مش هصرف برضه اي حاجه وهيدخل لي كام؟ وهيدخل لي 300. تمام؟ طيب ال 300 دي بسعر النهارده تساوي كام؟ تساوي 255. لما نيجي نجمع الرقمين اللي هنا اصلا، لو جينا جمعنا الرقمين اللي هنا هنيجي نلاقي دول كام؟ دول 450 ودول 300. ممكن حد يقول لك يبقى انت النت بريزنت فاليو بتاعتك عباره عن 450 ناقص 300 يبقى 150. لكن لما تيجي تحول كل الانكم لبريزنت فاليو وكل الكوست لبريزنت فاليو هتلاقي ان ال 450 دي الواقع بتاعها 353، وان ال 300 اللي عندك هنا الواقع بتاعها 291. اذا النت بريزنت فاليو هو طرح 353 ناقص 291 اللي هي ايه؟ اللي هي 62. يبقى النت بريزنت فاليو ما طلعتش 150، لا طلعت 62. طبعا اللي انا قلته هنا المفروض ان هو برده ممكن يبقى الوهله الاولى بالنسبه لك لخبط، بس لما تقعد مع نفسك وتراجعه هتلاقي الموضوع سهل بالنسبه لك. احنا عندنا كمان البي باك بيريود. عندنا البي باك بيريود هي عباره عن الفتره الزمنيه اللي انت هتقدر ترجع فيها الفلوس اللي انت صرفتها، الفتره الزمنيه اللي انت هتقدر ترجع فيها الفلوس اللي انت صرفتها. فتعالوا ناخد اكزامبل مع بعض. ناخد هنا اكزامبل من المنصس. انا عندي مشروع الكوست في الشهر الاول كان 5000 ومفيش اي بنفيتس، مفيش اي عائدات، وبالتالي التوتال كوست، لان انا بجيب هنا التوتال كوست التراكميه 5000، وبجيب هنا برضو التوتال بنفيتس التراكميه. طيب في الشهر الثاني صرفت 5000 وما جاليش اي بنفيتس، فاصبح 5000 بلس ال 5000 الاولى بقت كام؟ 10000. طيب وفي الشهر الثالث صرفت 8000 بنفيت، فاصبح تبقى صرفت 8000 زائد 10000 يساوي 18000. في الشهر الرابع صرفت 5000 بلس ال 18 بقى 23، وبدا يجي لي بنفيتس اللي هي 5000 دولار، اذا التوتال بنفيتس هي 5000 دولار. طيب في الشهر الخامس صرفت 2000 دولار، بقى المجموع 2000 زائد 23 عباره عن 25000 دولار، ودخل لي عائد 10000 دولار بلس ال 5 بقى 15000 دولار. في الشهر السادس ما صرفتش اي حاجه، وبالتالي التوتال كوست بتاعي از ات از 25000 دولار، ودخل لي 10000 دولار بلس ال 15 بقى عندي 25000 دولار. اذا انا وصلت للحظه اللي تساوى فيها التوتال كوست مع التوتال بنفيتس اللي هي ال 25 دولار، وبالتالي البي باك بيريود بتاعتي هنا في الحاله دي تبقى كام؟ 6 شهور. هو المده اللي انا قدرت بعدها
اوصل عندها ان اللي اتصرف يكون قد اللي ايه اللي دخل. دي البي باك بيريود. تمام. عندي حاجه كمان اسمها بينفيت كوست ريشيو. بينفيت كوست ريشيو وهي العلاقه ما بين العائدات والمصروفات، من الاخر يعني علاقه ما بين التكاليف او العوائد والتكاليف. هي حاصل قسمه الاثنين على بعض، البينفيتس اوفر الكوست، البينفيتس اوفر الكوست. طيب لو انا عندي سي بي سي ار اللي هي البينفيت كوست ريشيو اكبر من الواحد الصحيح، فده معناه ان احنا عندنا البينفيتس اكبر من الكوستس. لو اصغر من الواحد الصحيح يبقى البينفيتس اقل من الكوستس. لو البي سي ار بتساوي الواحد الصحيح يبقى البينفيتس قد الايه قد الكوست. طيب عندنا اكزامبل قال لك اف ذا بي سي ار اوف بروجكت از بروجكت اي از 2.3 اند بي سي ار اوف بروجكت بي از 1.7 which project would you select؟ طبعا هختار بروجكت اي، لان بروجكت اي بيديني بي سي ار اعلى من اللي بيديهاني بروجكت بي. تمام. ندخل على واحد من اصعب المفاهيم اللي موجوده عندنا وهو انترنال ريت اوف ريتيرن. انترنال ريت اوف ريتيرن مفهوم بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا عايزين نعرف معدل الفايده اللي البريزنت فاليو بتساوي البينفيتس سوري البريزنت فاليو اوف ذا بينفيتس بتساوي الكوستس بتاعتي. تمام. من الاخر النت بريزنت فاليو تساوي زيرو. عارفين المشروع اللي احنا كنا شغالين فيه من شويه ده؟ لا. تمام. احنا عايزين نعرف ايه هو معدل الفايده، مش المده، ايه معدل الفايده على مده معينه اللي النت بريزنت فاليو دي تساوي زيرو. يعني الطرفين هنا يبقوا قد بعض. تمام. عند مدة معينة بيقول لك اديني معدل الفايدة. معدل الفايدة ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اللي فوق ده، شايف ده؟ احنا هنا مثبتينه 10% وبنجيب ايه؟ وبنجيب النت بريزنت فاليو. لا، احنا هنخلي ده زيرو ونحط مدة معينة ونقول لك هات لي الريت اللي اتحط هنا اللي يخلي النت بريزنت فاليو زيرو بعد المدة دي. المدة دي ممكن تبقى سنتين، ثلاث سنين، اربع سنين، انا بحط لك مدة وابتدي اقول لك شوف لي ايه هي الانترست ريت اللي تخلي النت بريزنت فاليو صفر بعد 3 سنين. تمام. نرجع تاني للسلايد بتاع الانترنال ريت اوف ريتيرن. قال لك ذا انترست اور ديسكاونت ريت وير ذا بريزنت فاليو اوف ذا بينيفيتس اكزاكتلي ايكوالز ذا كوست، ذا هاير ذا ريت ذا بيتر ذا بروجكت. كل ما كانت الاي ار ار اعلى كل ما كان البروجكت ده احسن. ان اي ار ار اوف 0.15 مين ذات يو اكسبكت ذا بروجكت تو ريتيرن an average of 15 on your investment, 15% on your investment over a given time period, usually a number of years. تمام. طبعا بيقول لك ان الاي ار ار ما بتجيش بسهوله كده. من الطرق الطريقه الوحيده ان انت عشان توصل لها يدويا مش عن طريق equation او اكسل شيت او جداول موجوده هي التجربه والخطا، انك تقعد تجرب كل مره تحط تفترض اي ار ار وتبتدي تشوف ايه الاي ار ار اللي تخلي النت بريزنت فاليو زيرو عند عدد معين من السنين. طبعا دي الايكويشن بتاعتها، واللي عايز يبحث اكتر في الموضوع او عايز يشوف اكزامبلز عليها ممكن يدخل على الانترنت ويشوف الاي ار ار والاكزامبلز بتاعتها اكتر. طيب عندنا هنا اكسرسايز النت بريزنت فاليو واي ار ار وباي باك بيريود وبنفيت كوست ريشيو. انا مديك فاليو للبروجكت A والبروجكت B لكل حاجه من الحاجات دي، وبسالك لو انت بتختار دلوقتي ما بين بروجكت A وبروجكت B اللي النت بريزنت فاليو بتاعته هنا 95 وهنا 75، تختار مين؟ تختار البروجكت النت بريزنت بتاعته النت بريزنت فاليو ام بي دي بتاعته 95 ولا 75؟ انا هختار اللي هي 95 لان ده افضل. طيب الاي ار ار اختار اللي هو البروجكت اللي الاي ار ار بتاعته 13% ولا 17%؟ انا هختار ال 17% اللي هو بي. لو عندك بروجكت اي وبروجكت بي والبي باك بيريود بتاع اي 21 شهر والبي باك بيريود بتاع بي 16 شهر، تختار انهي فيهم؟ انا هختار البي باك بيريود بتاعته اقل لان ده هيرجع لي فلوسي اسرع اللي هو بي. لو عندك مشروعين، مشروع البينفيت كوست ريشيو بتاعته 2.7789 واحد تاني 1.3، هتختار مين؟ انا هختار ايه لان ده بيديني بينفيتس اعلى. تمام.
يا ريت الموضوع يكون واضح، ولو مش واضح اكتب السؤال اللي عندك وان شاء الله في الفقرة بتاعت الأسئلة اجاوبك على السؤال بتاعك. دلوقتي هناخد حاجة اسمها cost classification. cost classification وهو تصنيف التكاليف. عندي direct versus indirect، تكاليف مباشرة versus تكاليف غير مباشرة، وعندي recurring versus non-recurring اللي هي متكررة او غير متكررة، وعندي fixed versus variable اللي هي تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. تمام، احنا هنا قلنا ايه؟ متكررة وغير متكررة عشان ما تلخبطش، وهنا ثابتة ومتغيرة. واخر حاجة خالص normal واكسبدايتد. اكسبدايتد النورمال اللي هي التكاليف العادية بتاعت الجدول الزمني العادي، اكسبدايتد هي التكاليف اللي بتحملها لما باجي اعمل تسريع للجدول الزمني، لما باجي اعمل نوع من انواع الفاست تراكنج او الكراشنج كوست. طيب انا هاخد هنا مثلا على سبيل المثال، انا عندي هنا دايركت واندايركت. ناخد اكزامبل على الدايركت، الدايركت ليبر والاكسبدايتنج كوست والماتيريال. طيب انا هنا بقول دايركت او اندايركت بيزد على ايه؟ الحاجات اللي بتدخل في صلب المشروع او بتؤدي الى نتائج مباشره بالمشروع، او بتكون الحاجه دي نتيجتها يعني انت بتدفع الفلوس عشان تاخد نتيجه مباشره في المشروع، فده بنسميه دايركت كوست. طب الحاجه اللي ممكن تكون مش ذات نتيجه مباشره للمشروع، او يكون بتشترك في اكتر من مشروع، التكاليف دي مشتركه في اكتر من مشروع زي البيلدنج ليز اللي هو ايجار المبنى بتاع الشركه اللي بتنفذ المشروع، تمام، لان ممكن الشركه تكون ماسكه اكتر من مشروع، فايجار المبنى ده بيعتبر اندايركت. طيب ريكيرنج ونون ريكيرنج، ريكيرنج اللي هو اللي بيتكرر او غير متكرر، دايركت ليبر، بيلدنج ليز، الماتيريال، انت الحاجات دي كلها بتشتريها على طول باستمرار بتتكرر، بس الاكسبدايتنج كوست دي بتعملها مره واحده وخلاص، هي التكاليف اللي بتتحملها عشان تسرع الجدول الزمني. طيب الحاجات الثابته والحاجات الايه المتغيره، هنبص نلاقي الدايركت ليبر والبيلدنج ليز حاجات ايه ثابته، يعني الراجل ده بياخد كل شهر 5000 جنيه والمبنى ده مأجرينه في الشهر ب 12000 جنيه، خلاص دي فيكسد فاريبل. اكسبدايتنج كوست والماتيريال تعتبر عندي فاريبل، ليه؟ لان مفيش مبلغ محدد انا بطلعه بشكل ثابت كل مده معينه، انا بطلع حسب الحاجه، بطلع حسب الحاجه. نيجي في الحس السكادول النورمال واكسبدايتد. نورمال واكسبدايتد هتبقى كل الحاجات نورمال ما عدا الاكسبدايتنج كوست اللي هي ممكن تبقى كراش كوست، ساعتها هتعتبر اكسبدايتد. لما نيجي نتكلم على الدايركت والاندايركت كوست يا جماعه، اهو كوست ذات ار دايركتلي اتريبيوتابل تو ذا ورك اون بروجكت، يعني ليها علاقه مباشره للشغل بتاع المشروع زي التيم ترافل، تيم ويجز، ريكوجنيشن اند كوست اوف ماتيريال يوزد اون ذا بروجكت. اندايركت كوست اي اوفر هيد بقى، يعني مثلا التامينات تعتبر indirect cost، التأمينات بتاعت الموظفين يعني واللي داخل فيها بقى أكتر من حاجة، البنفيتس، الحراسة اللي على الموقع، الحراسة اللي على الشركة اللي مش عارف إيه، دي تعتبر indirect cost مقارنة بالإيه؟ بالdirect cost. نبتدي ندخل على البروسيسز اللي هي البروجكت كوست مانجمنت. عندنا أربعة بروسيسز: بلان كوست مانجمنت، استيميت كوست، ديتيرمين بادجت، وكنترول كوست. التلاتة دول موجودين في البلاننج، وآخر البروسيس دي موجوده في المونيتورنج اند كنترول. موجوده فين؟ في المونيتورنج اند كنترول. لما نيجي نتكلم عن بلان كوست مانجمنت، قال لك هي البروسيس اللي انت بتعرف فيها ازاي التكاليف بتاعت المشروع هنقدر نعمل لها استيميشن وبادجيتنج ومانجنج ومونيتور اند كنترول. الهدف الاساسي من البروسيس دي انها بتدي لك جايدنس ودايركشن عن ازاي الكوست هنقدر نعمل لها مانجمنت. The process D is performed once or at predefined points in the project. تمام؟ طيب لو جينا بصينا كده، طبعا يا جماعه انا مش محتاج اكد ان ده اكيد determine budget مش بعدها على طول control costs، لان دي في planning وفي بعد planning execution وفي processes من knowledge areas ثانيه بتتنفذ، وبعدين بنعمل control على الكوست. طيب لما نيجي نبص عندنا هنا، احنا دايما بنبدا من ايه؟ بنبدا من الاوتبوت. كوست مانجمنت بلان هي اللي في الاول، احنا عايزين نطلع بخطه اداره التكاليف. طب ايه الانبوتس اللي عندي؟ بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت تشارتر، اي اف او بي اي. اي اف او بي اي ايه التولز اللي عندي؟ اناليتيكال تكنيكس، ميتنج، اكسبرت جادجمنت. مفيش اي حاجه جديده عندي. من الاخر احنا عايزين خطه الجدول الزمني، خطه التكاليف. ف من فضلك حضرتك استخدم كل وسائلك واساليبك واعمل خطه التكاليف. طيب الكوست مانجمنت بلان المفروض تكونتين ايه او يكون فيها ايه؟
يكون فيها level of accuracy اللي هو مستوى الدقة وlevel of precision اللي هي لو جيت تترجمها برضو هتلاقيها الدقة. يعني احنا في اللغة العربية accuracy و precision الاثنين have the same translation. انا هوضح لك الفرق بين accuracy و precision دلوقتي. Units of measures اللي هي وحدات القياس. انت من الاخر تشتغل بدولار، تشتغل بأني وحدة فلوس، تشتغل كمان لما بتيجي تشتغل في الأطوال بتشتغل بالميتر، ولا هتشتغل بحاجة تانية لما تيجي تشتغل في الأوزان هتشتغل بالباوند ولا بالكيلو جرام. في النهاية بتختار اليونتس اوف ميجرز اللي انت هتشتغل بيها. Organizational Procedure Links اللي هي Control Accounts، ودي كده حاجة مهمة مش عارف اشرحها لك دلوقتي بس هاخدها قدام وساعتها هتفهم. Rules of Performance Management اللي هي Earned Value Management اللي هي المفروض الحاجات اللي اتكلمنا فيها من شوية ان انت بتبقى حاطط الرولز بتاعتك اللي هتمشي عليها. Control Threshold اللي هي النقطة اللي عندها المفروض تعمل Control على الكوست. كوست لو وصلت لكذا أو تقدر تبتدي تعمل Control. Reporting Formats اللي هي التقارير أو شكل التقارير المفروض تكون موجودة، والProcess Description اللي كل Process من اللي انت هتنفذهم في الكوست تكون في Description كافي ليهم. تعالوا نفهم الفرق ما بين الاكيوريسي والبرسيشن. نفهم الفرق ما بين الاكيوريسي والبرسيشن. زي ما قلت لك ان دول كلمتين في اللغه الانجليزيه، ولكن لما تيجي تترجمهم للغه العربيه هتلاقي ان معناهم الدقه. تمام. طيب لو انا عندي دلوقتي اختيارات او عندي احتمالات، عندي لو اكيوريسي لو بريسيشن، لو اكيوريسي هاي بريسيشن، هاي اكيوريسي لو بريسيشن، وهاي اكيوريسي هاي بريسيشن. انا هفترض ان انا عندي الارتشري اللي هي بتكون بتاعة التنشين، عارفين لما يكون عندنا كده الهدف وتبتدي تنشن عليها بالأسهم فالتصويب يعني. فحضرتك في ديسكريبشن أقدر أدسكرايب بي الضربات بتاعتك اللي انت صوتها ناحية الأرتشري عشان أقدر أوصف اللي انت عملته. لما تكون الضربات بتاعت حضرتك، لما تكون التصويبات بتاعت حضرتك بالشكل ده، فأنا بقول عليها low accuracy low precision، low accuracy low precision. لكن لما تكون الضربات بتاعت حضرتك هي هنا، خلي بالك هنا scattered وبعيدة عن السنتر وبعيدة عن الهدف، هي scattered هنا وبعيدة عن الهدف، لكن هنا هي مش scattered لكن بعيدة عن الهدف. فأنا جيت هنا وقلت إيه؟ قلت low accuracy. معنى كده إن الحاجة لما بتبعد عن السنتر بيعتبر ده less accuracy، بيعتبر less accuracy. بس كون ان ضرباتي كلها قريبه من بعضها او كون ان الاستيميشن بتاعي، خلي بالك انا بقول لك هنا ده ليه، ده ليه علاقه بالاستيميشن. فلما الاستيميشن بتاعك يبقى كله قريب من بعض ولكن بعيد عن الاكتوال، فحضرتك كده having high precision but low accuracy. تمام. طيب لما نيجي نلاقي ان حضرتك عندك هنا الاستيميشن بتاعك هو يعتبر قريب من الهدف ولكن scattered، يعني كل الاستيميشن بعيدا عن الاستيميشن التاني، فانا بقول لك ان عندك هنا حضرتك هنا عندك high accuracy but low precision. High accuracy but low precision لما تبقى كل التصويبات بتاعتك متجمعة ومش scattered وعلى الهدف بالظبط، يبقى حضرتك عندك high accuracy high precision. يبقى عشان نعرف كده ونفهم ان precision ليه علاقة بالscattering، الحاجة scattered ولا سنترد او مجمعه مع بعض. تمام. والاكيوريسي لها علاقه بقرب الاستيميشن بتاعي من التارجت او بعده عنه. قرب الاستيميشن بتاعي من التارجت وبعده، يعني مثلا انت النهارده هيكون عندك مثلا في بروجكت بتستيميت كوست لحاجه معينه. طبعا انت عندك اكتر من كوست، انت بيبقى عندك كوست وانت لسه في اول المشروع خالص ما عندكش ديتيلز، بعد ما تدخل شويه بيبقى عندك كوست تاني ادق شويه، بعد شويه بيبقى عندك كوست ادق. طيب كل ما كانت الاستيميشنز بتاعتك مش قريبة من التكلفة الفعلية اللي حصلت، فحضرتك كده بيكون عندك low accuracy. طب لو الاستيميشنز بتاعتك دي مش scattered كلها حوالين نقطة محددة، فانت عندك precision. طيب لما تكون الاستيميشن بتاعتك كلها قريبة من بعضها ولكن كلها طلعت بعيدة عن الهدف، فانت عندك high precision low accuracy. تمام. يعني يريد تبقى النقطة دي برضو ايه واضحة. ندخل على تاني بروسس اللي هي استيميت كوستس. اللي هي ايه يا جماعه؟ استيميت كوستس لك از ا بروسس اوف ديفلوبينج ان ابروكسيميشن اوف ذا كوستس اوف ريسورسز ذا كوست اوف ريسورسز نيدد تو كومبليت بروجكت ورك. من الاخر انا شغله البروسس دي معايا ان انا اقعد مع نفسي كده اقول الحاجه دي هتبقى بكام، ده هيكلفني كام، كل بارامتر عندي هيكلفني كام.
Like the key benefit of this process is that it determines the monetary resources required for the project. هي الموارد المالية المطلوبة لإنهاء المشروع ده. طيب. This process is performed periodically throughout the project as needed. أنا عندي في cost estimation two issues or two factors لازم يكونوا واضحين عندي. طيب إيه principles اللي أنا المفروض تكون واضحة عندي؟ أول حاجة the more clearly you define the project's various costs in the beginning, the less chance there is of making estimating error. كل ما كنت واضح في تعريف التكاليف بتاعتك في أول المشروع كل ما ده قلل الأخطاء بتاعت الاستيميشن. والحاجة التانية قال لك the more accurate your initial cost estimation, the greater the likelihood of preparing a project budget that accurately reflects reality of the project and the greater your chances of completing the project within budget estimate. يعني كل ما كانت الـ initial cost بتاعتك accurate يعني قريبة من التارجت فعلا او الحاجة اللي حصلت كل ما كان في فرصة اعلى انك تخلص المشروع حسب الـ budget estimates اللي عند حضرتك. كل ما كان الاول اول حاجة كل ما كنت واضح كل ما كنت واضح يعني انا بتكلم عن الوضوح تمام define the project various costs يعني انت عرفت السكوب بتاعك كويس ورحت عامل استيميشن يعني عرفته بشكل واضح رحت عامل استيميشن للعناصر دي بشكل واضح ما حطيتش حاجه جوه حاجه فده هيقلل الاخطاء بتاعت الاستيميشن بعد كده. طيب والحاجه الثانيه ان كل ما كانت بقى الانيشال كوست استيميشن دي اكوريت كل ما زودت فرص نجاح المشروع في ان هو يخلص حسب البادجت تمام. عندنا هنا cost estimation example. One key for developing project cost estimates is to first recognize the need to cost out the project on a disaggregated basis. يعني ايه disaggregated basis؟ aggregation هو التجميع. disaggregation هو عكس التجميع وهو التفكيك. حركة النهاردة عندنا deliverable اسمها site preparation. deliverable اسمها ايه؟ site preparation. تجهيز الموقع. لما جيت قسمت deliverable دي لwork packages لقيت عندي surveying utility line installation, site clearing, debris removal. debris اللي هو الهدم يا جماعة. مخلفات الهدم. طيب. فبدأت أعمل إيه؟ بدأت أعمل estimation للsurveying لوحده. وبدأت أعمل estimation للutility line installation. وبدأت أعمل estimation للsite clearing. وبدأت أعمل estimation للdebris removal. طيب. فلقيت إن السurveying $3,000. ولقيت إن utility line installation $15,000. ولقيت ان السايت كليرنج $8,000 ولقيت ان الدبرس ريموفال $3,500 فجمعت كل ده طلع لي $29,500 دي تكلفه الدليفربل اللي هي رقم 1040 اللي اسمها سايت بريبريشن. في حد يقول لي هو انت عملت ايه كده يعني انت ايه اللي عملته ده ما انت ما عملتش حاجه. هقول لك لا انا كان ممكن ببساطه اقول لك الدليفربل 1040 دي هتتكلف معايا $30,000 تمام بس انا عشان اعمل لك كوست استيميشن صح ومظبوط كسرت الدليفربل اللي هي السايد بريبريشن لعناصر اصغر منها وبدات اعمل استيميشن على ليفل العناصر الاصغر دي اللي هي الورك باكجز وبعدين جمعت وقلت لك ان الايه ان الدليفربل دي هتتكلف 29500 تمام وبالتالي انا عملت هنا الاستيميشن اون ديس اجريجيتد بيس. طيب دي برضو الويب سايتس تقدر حضرتك ترجع لها ليها علاقه بس بالاستيميشن فيما يخص الكونستراكشن يا جماعه ممكن تبقوا تبصوا عليه. طيب ندخل على استيميت كوستس انا عندي هنا في الاوتبوت ايه كوست استيميتس كوست استيميتس بيزس اوف استيميتس بروجكت دوكيمنت ابديتس واللي هي الاسامشن لوج والليسنز ليرند ريجستر وريسك ريجستر. كوست استيمتس اللي هي تقدير التكاليف اللي احنا بنتكلم عليها. بيزس اوف استيمتس زي ما كنا موجوده عندنا هناك في السكادول. البيزس اوف استيمتس اللي هي الاسس اللي انا بنيت عليها الاستيمتس تمام؟ طيب عندي هنا ايه؟ عندي في الانبوتس بروجكت مانجمنت بلان هتنكلود كوست مانجمنت بلان، كواليتي مانجمنت بلان، سكوب از لاين، وبروجكت دوكيمنتس هتنكلود ايه؟ ليسنز ليرند ريجستر، بروجكت سكادول، ريسورسز requirements وريسك ريجستر. كل دي حاجات عارفينها من قبل كده. انتربرايز انفايرمنتال فاكتورز و او بي اي تمام؟ الاي اف والاو بي اي.
طيب ايه هي التولز بقى اللي عندي؟ عندي حاجات كتير، عندي اكسبرت جادجمنت، وعندي انالوجس استيميتنج، وده قلنا عليه في الكوست وهنقول دلوقتي، بارامتريك استيميتنج، بوتوماب استيميتنج، ثري بوينتس استيميتنج، كل الاستيميشن ده قلناه في الايه؟ في السكادول. وفي الداتا اناليسز عندي الترناتيفز اناليسز، ريزيرف اناليسز، كوست اوف كواليتي، وعندي ايه تاني؟ عندي بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، وديسيجن ميكنج اللي هو الفوتنج، يعني احد التولز اللي عندي ان انا اعمل فوتنج عشان اخد ديسيجن. طيب هنقول كل الحاجات دي دلوقتي، تعالوا مع بعض نشوفها. الانالوجس استيميتنج احنا قلنا عليه قبل كده، ان انت بتبتدي تعمل استيميتنج في البروجكت ده في ضوء اللي انت عملته، ولا يعني انت كنت عامل حاجه بتقول وبالمثل يبقى ده هنا كذا. البارامتريك استيميتنج قلنا عليه ان احنا برضو بنعمله في ضوء الستاتستيكال موديلنج او حاجات هيستوريكال داتا، بس بناخد بارامتر معين هو ده اللي احنا بنطبق عليه الكلام ده. يعني مثلا قال لك فور اكزامبل هنا سكوير فوتج از يوزد ان سام كونستراكشن بروجكتس، ان هي المسافه القدم المربع تمام انت بتستخدمه في اكتر من مشاريع من مشروعات الكونستراكشن على اساس ان دي حاجه متعارف عليها، يبقى القدم المربع هنا كان بيتكلف كام، يبقى ناخده هنا ونبتدي نطبق عليه. طيب بوتوم اب استيميتنج اللي هو احنا عملناه من شويه هنا اهو، ده كده يعتبر يا جماعه بوتوم اب استيميتنج. ليه بوتوم؟ ده يعتبر بيبقى موجود في البوتوم بتاع الورك بريك داون ستراكشر، والحته اللي فوق دي تعتبر بالنسبه للجزء دوت تعتبر اب. فكل ان انت تعمل الاستيميشن من تحت لفوق ده بنسميه بوتوم اب استيميشن، بنسميه بوتوم اب استيميشن تمام. عندنا كمان الثري بوينتس استيميشن واتكلمنا فيها، اللي هي كانت بتاعت البسمستيك والاوبتيمستيك والموست لايكلي، وقلنا ان احنا عندنا تو فورمولاز، والفورمولا الاولانيه بالشكل ده، والفورمولا الثانيه اللي هي التريانجل والبيتا ديستريبيوشن، تريانجل ديستريبيوشن والبيتا ديستريبيوشن وهكذا. ريزلت اناليسيس هو تحليل الاحتياطيات، وده حضرتك بتبتدي تحط لكل ورك باكج احتياطي خاص بيها. يعني مثلا انت بتقول والله الحاجه دي تتكلف 2000، لا يبقى انا عارف ان هنا في ريسك ما او في كونتينجنسي ما، فابتدي احط هنا احتياطي خليها 2200. فهنا انت بتعمل اناليسيس اسبير الايه؟ اسبير الكونتينجنسي اللي موجوده عشان تقدر تحط لكل حاجه. كوست اوف كواليتي، كوست اوف كواليتي اللي هو تكلفه الجوده. لما نيجي ندرس في الجوده ان شاء الله في المحاضره الجايه، هنلاقي ان الكواليتي دي بتكلفني، بتكلفني يا اما عشان اطابق يا اما لغير المطابقه. الحاجات اللي انا بحتاج او مش حاجات، انا عشان تطلع عندي منتج مطابق فانا لازم اعمل تريننج واعمل اختبارات واعمل حاجات من دي. والمنتجات الغير مطابقه بتكلفني في ان انا بعيدها او ببتدي ادفع تكاليف او بعمل ضمان او بعيد انتاجها مره ثانيه. فالكوست اوف كواليتي هنا انا بتكلم على اي تكلفه بتدفع خلال المشروع عشان اقدر افويد اي منتج معيب او اطلع منتج ذو جوده. والبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم بينكلود اي ابلكيشن حضرتك بتستخدمه في الشغل بتاعك. طيب هنتكلم هنا عن الكوست استيميت فيرسس كوست بادجت. ايه الفرق؟ قال لك الكوست استيميت ذا استيميشن اوف اول اكتيفيتيز اند تاسكس كوستس موستلي ريسورسز كوست. لحد كده حلو؟ لحد كده حلو؟ الا تكنيكس ار سيميلر تو ذا سيم استيميت. طب كوست بادجيتنج انك تبتدي تحط ده اوفر تايم، تالوكيت الكلام ده على الزمن، كده انت جبت التايم فيزد بادجت او الكوست بادجت حضرتك. ثاني النهارده لما تيجي تقول حاجه هتتكلف 5، هتتكلف 6، هتتكلف 7، هتتكلف 1000، 2000، 5000، ايا كان، كون ان انت جبت ان الحاجه دي تتكلف كام، انت كده جبت الاستيميشن او الكوست استيميشن. طيب اما تبتدي توقع الحاجات دي على الزمن، يعني انت خلاص عرفت ان انت الحاجه دي هتكلفك كذا وكذا وكذا، بدات تشوف في الجدول الزمني انت هتعمل الحاجه دي امتى والحاجه دي امتى والحاجه دي امتى. حسب الكلام ده بدات توصل لمرحله ايه؟ ان انت في اليوم الاول ده انت عايز 5000، واليوم الثاني عايز 10000، واليوم الثالث عايز 7000 وهكذا. الموضوع ده كون انك تحطه على الزمن اصبح بادجت، قبل كده هو كوست استيميشن. طيب هناخد اكزامبل. قال لك باث روم ريموديلنج بروجكت ويل انكلود ذا فولوينج كوست استيميتس. تمام؟ يعني بتعيد كده بيقول لك ايه، انسف حمامك القديم واعمل حمام جديد ان شاء الله. فلما جيت تعمل الحمام قال لك يا سيدي الديمولشن هيتكلف، اللي هو الهدم يعني، هيتكلف $3000 وده هيبقى في الاسبوع الاول. الشيت روك اللي هو الحيطه، ان انت تبتدي تحط السيراميك على الحيطه تمام، ده $2000. تايل فلور اللي هو السيراميك بتاع الارض ده هيتكلف $3500. فيكتشر انستليشن اللي هو تثبيت المعدات او
هيكون موجوده في الحمام ده ب $1,500 وده في الاسبوع الرابع. بينتنج كان بتاع الحمام بقى $800 وده برده في الاسبوع الرابع. احنا بقى كده قدامنا يا جماعه المفروض الايه البادجت زي ما احنا شايفين. انت قلت لنا تحط الحاجات دي على الزمن يبقى انت كده بتتكلم عن بادجت. اقول لك لا، اللي قدامنا ده كوست استيميشن مش بادجت، لان انت هنا بتقول العنصر الفلاني هيكلفني كذا وهيبقى في الاسبوع الاول. فانت ممكن ببساطه تلاقي 20 حاجه في الاسبوع الاول وحاجه تاني في الاسبوع الثاني وتيجي تاني تطلع على حاجات تاني في الاسبوع الاول وهكذا. لكن عشان دي تبقى بادجت يبقى لازم تبقى بالشكل ده. بادجت بتاعتي $10,800 اللي هو المجموع ده كله موزع كالاتي: الاسبوع الاول $3,000، الاسبوع الثاني $2,000، الاسبوع الثالث $3,500، الاسبوع الرابع $2,000. تمام؟ طيب يبقى هي دي البادجت بتاعتي $10,800 وموزعه كالاتي. دي فكره الايه؟ فكره البادجت يا جماعه. طيب ديتيرمين بادجت، احنا هندخل دلوقتي على البروسيس اللي اسمها ديتيرمين بادجت. قال لك از ا بروسيس اوف اجريجيتنج ذا استيميتد كوست اوف انديفيدوال اكتيفيتيز اور ورك باكجز تو استابليش ان اوثرايزد كوست بيز لاين. هنبتدي نكون ايه معانا؟ authorized cost baseline. The key benefit of this process is that it determines the cost baseline against which project performance can be monitored and controlled. This process is performed once or at predefined points in the project. طيب هنتكلم كمان يا جماعه عن cost baseline versus project budget. ايه الفرق بين cost baseline والproject budget؟ قال لك during the cost estimation the project manager will add some figure of contingency reserve which will become the cost baseline. يعني حضرتك لما تاخد الكوست استيميشن وتبتدي تحط لها الكونتينجنسي ريزيرف اللي هو احتياطي الطوارئ، تمام؟ مش يعني اللي هو خاص بال خاص بكل باكج او ديليفربل، تمام؟ هيتكون عندك هنا الكوست baseline، او يعني بعد ما تاخد الكلام ده تعتمده هيبقى ده كوست baseline. On top of the cost baseline based on the risk assessment management reserve will be added. بعد ما تبتدي تاخد الكوست baseline ده وبناء على الريسك اسسمنت المانجمنت ريزيرف بيتضاف. الاول انا ضفت حاجه اسمها contingency reserve فبقى عندي cost baseline. اضيف على الكوست baseline management reserve will be added، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ساعتها البروجكت budget. So the difference between the cost baseline and the budget is called the management reserve, which will we call it as unknown unknown. عارفين يعني ايه unknown unknown؟ حتى دي علاقة بالريسك شوية وهوضحها لكم كده في عجالة. الريسك يا جماعة لما انا باجي اقول والله انا احتمال المطر يمطر عندي او ما يمطرش، فانا هنا بتكلم عن حاجة هي بالنسبة لي مش محسوم نتيجتها، بس انا بقيت عارف ان في عنصر هنا اسمه المطر ممكن يمطر او ممطر. معرفتي بالعنصر بتخليه نون، معرفتي بعدم احتماليه او عدم معرفتي باحتماليه هو هيحصل ولا لا بتخليه unknown، وبالتالي بيبقى بالنسبه لي هنا بيتسمى unknown known. unknown known هو ايه؟ المجهول المعروف، تمام؟ او المعروف المجهول. خلاص؟ ليه؟ لان انا هنا بقيت حاطط ايدي على حاجه اسمها مطر، عارف ابعادها، عارف احتمالاتها، بس كل اللي انا مش عارفه الاحتمالات هو ايه اللي هيحصل فعلا. لكن في الانون انون انت هنا بتخطط لشيء لا تعرفه اطلاقا. يعني انت النهارده لما بتيجي تقول المانجمنت ريزيرف او الاحتياطي الاداره ده او الانون انون، فانت ما انتش عارف ايه اللي هيحصل. يعني انت بتتوقع او مش تتوقع، انت 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 عارف علما، عارف يقينا ان ممكن يبقى في حاجه فعلا عقلك ما وصلهاش، والحاجه اللي عقلك ما وصلهاش فهي unknown، وكون ان هي تحصل او ما تحصلش فده كمان unknown، فاصبح unknown unknown. تمام؟ فهي دي الحته بتاعه المانجمنت ريزيرف، ودي لها علاقه بالريسك. طبعا لما ندخل في الريسك هنشوف حاجات كتير. لما نيجي نبص على المانجمنت ريزيرف، قال لك انا amount of the project budget with the for management control purposes. يعني ده ما بيبقاش في ايد مدير المشروع، ما بيبقاش في ايد مدير المشروع. مدير المشروع بيقف لحد الكوست بيزلاين، بيقف لحد ايه يا جماعه؟ الكوست بيزلاين. And are reserved for unforeseen work. Unforeseen work that is within scope of the project. يعني الحاجات اللي مش متشافه ومش معروفه، حاجات اللي مش متشافه ومش معروفه. Intended to address the unknowns unknowns, the unknown unknowns that can affect a project and not included in the cost baseline but is part of the overall project budget and the funding requirements. ولكن هنبقى عاملين حسابها. يعني احنا جينا وصلنا ان الكوست بيزلاين واصل معايا ل 88 مليون جنيه.
فانا كاداره لاني عارف ان في حاجه انون تمام او ان في كونسبت بتاع الانون يعني زي كورونا وزي ثوره يناير وزي حاجات زي كده طبعا كانت غير متوقعه بس كان المفروض يعني تبقى محطوط لها ريزيرف في المانجمنت ريزيرف تمام. طبعا انا هنا برد على مسج حد كتبها في الشات يا جماعه. طيب فبنيجي نقول بقى ايه, بنيجي نقول والله 88 مليون دول لحد الكوست بيز لاين اللي بتنكلود الكونتينجنسي ريزيرف اللي هي بتاعه الريسكس اللي هي معروفه تمام وين ان اماونت. لكن ما نيجي بقى انت حضرتك عايز تحترس لفكره الانسرتينيتي العامه اللي انت ما تعرفهاش اللي هي الحاجات اللي ما تنفعش تتوقعها او ممكن تحصل وهي خارج الحسبان تمام, فانت هنا بتبتدي تسيف كده حوالي 3 مليون 4 مليون 5 مليون للانون انون للانون انون ودي بنسميها مانجمنت ريزيرف وما بتبقاش تحت ايد مدير المشروع. When an amount of management reserve is used to fund unforeseen work, the amount of management reserve used is added to the cost baseline. لما تيجي بقى تاخد جزء من management reserve ده تصرفه على حاجة فعلا unforeseen, فبتقوم مدخلها في cost baseline. لكن لحد هي ما تصرفتش, هي لما تيجي تبص كده على المشروع كله على بعضه, يعني احنا لما نيجي قلنا هنا قلنا ايه؟ قلنا project, قلنا cost baseline versus project budget. Cost baseline versus project budget. فلما تيجي تقول الكوست بيز لاين والله 88 مليون, البروجكت بادجت لا ده 95 مليون, ده البروجكت بادجت. ايوه بدات تاخد من ال 7 مليون اللي انت حاططهم دول, سوري ال 7 مليون تاخد 2 مليون تصرفهم على انفورسين ايفنت, ساعتها هتقوم مزود ال 88 كوست بيز لاين بدل ما كان 88 تخليه ايه 90 مليون تمام. Thus requiring an approved change to the cost بيز لاين, ده بيتطلب ان عندك approved cost baseline. طيب احنا كنا بنقول determine budget, احنا بنكرر كده السلايد ولا دي ايه؟ سوري لا مش بنكرر السلايد, احنا هنا بس دي ناخدها بعد البريك بقى يا جماعة. احنا هناخد بريك تاني دلوقتي ودي هتكون بعد البريك ان شاء الله. المهندس احمد موجود معنا؟ مهندس احمد معاك يا هندسه. طيب تمام معلش يا باشا احنا كده بريك وهنرجع الساعه 10 و5. تمام يا هندسه. تمام اتفضل يا هندسه. السلام عليكم يا شباب, صوت واضح؟ لو صوت واضح نضغط رقم 1. جميل خالص, بس ناخد اسئله بسرعه كده. في حد سؤال او حاجه في شيء اتفضل قولها. شباب في حد عنده سؤال؟ في حد عنده حاجه واقفه؟ مفيش. بعد المحاضرة ترفع الإجابة بتاعته يا باشمهندس. عندنا سؤال تاني؟ ياه نزل من المحاضرة اللي فاتت. احنا النهارده التلات اللي فات وخلص واتقفل ودلوقتي كويز 4 نزل على الجروب بتاع المحاضرات دي يعني. بس بعد كل محاضرة يا باشمهندس في كويز. حد عنده سؤال تاني؟ أمرك يا باشمهندس. في حد عنده سؤال تاني؟ طيب نستغل الوقت شوية يا شباب دردشة يعني. في حد عنده اي اقتراحات بخصوص الاكاديميه؟ حد حابب يتعرف على الاكاديميه اكتر؟ عاوز يعرف عنها حاجه؟ بما انه ما عندكوش اسئله في الكورس نفسه يعني. كلمني
كلمني على البرايفت وانا اشوف لك المشكله يا باشمهندس، اشوف بعت لي مسج وانا اظبط لك الدنيا كلها. ايه باشمهندس شونسين، انتوا 92 واحد. نتفاعل مع بعض كده شويه، الشات مفتوح على فكره يعني. محتاج كويزز اكتر؟ هو في كويز كل محاضره؟ سوليد وورك والاجايل. لو حضرتك باشمهندس ربيع فتحت الملف اللي اسمه بوكس هتلاقي فيه اسئله كتير، انا مجمع لك حاجات كتير فيه يعني. جميل، في حد تاني غير يعني؟ خلاص احنا عرفنا ان انتم محتاجين كورس عن الاجايل وكورس عن السوليد وورك. بروموفيرا قريبا ان شاء الله. ام اي بي اعتقد مشروع ريفت ام اي بي. سيكس سيجما سبلاي تشين. طب بعيدا عن الاحلام الجميله، انتوا اتفرجتوا الاول على القناه بتاعت الاكاديميه ولا ما اتفرجتوش عليها؟ يعني شفتوا عليها ايه؟ مهندس او مهندس اهدي عادل اوريدي الريفت حاليا بتشرح كورس اوف لاين مع المهندس عمر سليم. لمين المهندس ايه؟ تحت امرك يا باشمهندس. جميل. طيب هشرح لكم تاني عشان الناس اللي مش واخده بالها، الاكاديميه مش وليده اليوم، ده بقى لها سنين وفي كورسات كتيره جدا اتعملت عليها وشبه يوميا في محاضره مش شغالين بي ام بي بس. المهندس الدكتور ابراهيم جزاه الله خيرا اهو قال لك هيشرح لنا ايه ام بي. الدول يتقسم كورسات مشاركة الأكاديمية يتقسم على تقسيمات. حاضر يا باشمهندس. الريفت ده تولز ان انت تعمل بيه موديل شغال بكل التخصصات، مدني ومعماري وميكانيكا وكهرباء كله. نقدر نساعد ازاي؟ المساعده بقى. بصوا يا شباب، انتوا طبعا زي ما انتوا شايفين انتوا معاكم دعم فني موجود اللي هو انا بتكلم بالنيابه عن الفريق. طبعا في معايا فريق تاني مش انا لوحدي، في ناس مهندس اسام، مهندس احمد، مهندس عمر، مهندس محمد اشرف ما شاء الله عليهم. في ستاف تاني بيعمل زي ما تقولوا كده مونتاج للفيديو اللي بيتسجل، تمام؟ وبناء عليها بيترفع لكم على اليوتيوب، تمام؟ وبتشوفوه محطوط الانترو وكل حاجه ومتظبط ان انتوا المحاضره الثلاث ساعات دي في الاخر بتصفصف على ساعتين ساعتين وتلت، تمام؟ وبناء عليها بتفيد الطلبه. طيب هل انا دلوقتي لو عاوز اساعد مع الاكاديميه هل بتطوع في الدعم او التسجيل فقط؟ لا. انت طبعا انت مبدئيا لو اتطوعت معانا في الدعم او التسجيل احنا بنعمل لك تريننج مش بنشغلها يعني ما بنسلمكش الشغل على طول، او انت مش شرط ان انت تكون عارف اي حاجه عن المونتاج. لا احنا بنديك السوفت وبننزله لك وبنعمل لك تريننج عليه، والتريننج على المونتاج مش صعب اطلاقا. الموضوع كله مش هياخد منك نص ساعه اساسا، تمام؟ وهتتعلم ازاي تبنتج فيديو كويس وترفعه وتظبطه، وبعد كده ايه؟ في قسم مراجعه عندنا بتراجع على الفيديوهات دي قبل ما تصرفها عشان لو في اي حاجه فيه. اوكي؟ فالموضوع سهل وبسيط. ده لو انت عاوز تطوع معانا دعم او تسجيل، احنا بنعمل لك تريننج في الاول عشان في ناس بتكون قلقانه من الموضوع ده. لا يا جماعه ما تقلقوش، احنا بنعمل لك تريننج كامل وبعد التريننج لو ما عجبكش الموضوع او مش فاضي عادي خالص. يعني مش شرط عشان انت دخلت في التريننج معانا ان خلاص، لا انت بتعمل ايه؟ مرحله تجربه معانا تشوف هل هتقدر ولا مش هتقدر،
والموضوع كله هل مثلا لو انت عندنا في فريق التسجيل هل لازم كل يوم تكون موجود؟ لا، انا يا جماعه فاضي سبت وثلاث، فاضي السبت بس مش فاضي خالص، فاضي ساعه، طب انا لقيت فاضي نفس الساعتين دلوقتي دخلت معاكم، وهكذا. تمام؟ إيه لا انا مش فاضي ان انا اكون في وقت المحاضره، لكن انت ممكن تبعت لي الفيديو وانا ما انتوش باي وقت. كل الاوبشنز دي معاك، انت في الاخر بتتطوع تطوع عام، مش ان انت مرتبط بحاجات معينه احنا بنهندلها من جوه، من فاضي ومش من فاضي، وبنعمل ايه؟ اعاده ترتيب اوضاع، وبنوزع الادوار على الناس طبقا لمين اللي فاضي ومين اللي مش فاضي. فطبعا الاكاديميه طبقا للموضوع ده محتاجه ناس، محتاجه ناس كتير. اوكي؟ عشان نطلع الايه؟ الريزلت زي ما انتم شايفين كده. بناء عليه فاي حد فيكم ولو فاضي ساعه ساعتين من زمنه اوكي يقدر ان هو يطوع معانا، واحنا في الاخر هنعمل له كل لوصوله للهدف المرجو منه. دي بالنسبه للدعم والتسجيل. طب انا دلوقتي للاسف الشديد مش فاضي خالص خالص، يعني انا مش قادر، يعني انا كويس في المونتاج بس انا مش قادر. بكل بساطه في حاجات تانية تقدر تعملها. زي ايه؟ هقول لك انا. اول حاجه دلوقتي كل السوشيال ميديا او كل الترينر على مستوى العالم كله تمام اتجه من بعد الكورونا على الاونلاين. طبعا احنا شغالين من قبل الكورونا، ولكن انا بتكلم الجديد او الثقافه الجديده ان العالم كله بيتجه للايه؟ لللايف والاونلاين بشكل عام، او لعمل الفيديوهات ورفعها على اليوتيوب. طب انت دلوقتي دخلت على جروب من ضمن الجروبات ولقيت واحد كاتب يا جماعه اتفضلوا دي مثلا شرح كذا او شرح كذا، او ده ان شاء الله نبدا بعد مثلا اسبوع اسبوعين هنعمل جروب هنشرح لايف او هنشرح على اليوتيوب. اوكي؟ ففي الحاله دي انت خلاص عرفت الشخص وعرفت الاكونت بتاعه، وتبص على الشخص تمام، بتبدا تتواصل معاه وتحاول تقنعه بالفكره. طب ما عرفتش تقنعه بالفكره ابعته لي وانا هكلمه. اوكي؟ فده لوحده تمام. طب انت تخيل انت معايا بمجرد انت قاعد على الفيس ما بتعملش اي حاجه، قاعد تتصفح عادي، لقيت واحد حاولت تقنعه او بعته لنا واحنا اقنعناه، الراجل ده جه معانا وايه واشتغل معانا. طب في الحاله دي تخيل انت كميه الثواب اللي انت ظبطت الكورس، انت ما عملتش اي حاجه، انت مجرد خدت من وقتك 5 دقائق 10 دقائق بالكتير، اللي هو انت خدت الرابط وبعته لي يعني. اوكي؟ ف وظبطنا البتاع. شوف بقى كام واحد تابع الكورس نفسه لايف، وكام واحد خد شهادات، والفيديوهات دي بتتسجل وبتترفع على اليوتيوب، فكام واحد بعد كده اما تيجي بعد سي مثلا بعد 3 4 شهور لقيت عدد المشاهدات على الفيديو ده 1,000,000 مشاهده، وحصلت معايا في اكاديميه ملتقى الدارين اما انا دخلت على فيديو من ضمن الفيديوهات لقيت 1,000,000 مشاهده على الفيديو. شفت المليون واحد استفاد من 5 دقائق من وقتك فقط لا غير. فالموضوع ما تستصعب ايه ده، انا هاخد وقت ايه ده، انا مثلا ده سي مثلا بي ام بي ده مثلا 13 محاضره وفي 3 ساعات 39 ساعه ده خلافي، ده انا طبعا بمانيش هنا وبمانيش هنا كل الساعات دي لازم افضيها. لا، لان احنا تيم. اوكي؟ فانت بتحاول تساعد على قد ما بتقدر بالساعات، وهو اللي فاضي بخمس دقايق بيساعد بالخمس دقايق، لان الخمس دقايق دي بتقلل العبء على الاخرين. لو كل واحد مسك 5 دقايق هتلاقيه في الاخر عملنا مانج للموضوع مظبوط. اوكي؟ طيب انا دلوقتي خلصت الموضوع ده، طيب انا ما لقيتش محاضرين وما عرفتش اوصل للناس دي، طب انا هعمل ايه؟ ومش قادر ادي ماده علميه، وفي نفس الوقت انا مش قادر ان انا اتطوع معاك في الدعم والتسجيل. اقدر اساعد بحاجه ثانيه؟ اه تقدر تساعد بحاجه ثانيه. ايه؟ عندك شبه يوميا في محاضرات، والمحاضرات دي بتعلن عنها في البيج الرئيسيه، البيج الرئيسيه والجروب الرئيسي وليس الجروب بتاع الكورس. تاخدوا بالكم من الموضوع ده. بيم اريبيا ليها جروب اساسي وليها صفحه اساسيه، ده خلاف الجروب بتاع عشان تتابعوا الايفنتات هناك. اوكي؟ انا بكل بساطه شفت في ايفنت جديد زي محاضره امبارح عن الجي اي اس مثلا، تمام، كورس كامل لمده يعني 4 محاضرات. اوكي؟ فتقدر ان انت طب انا دلوقتي بمجرد دخلت عملت شير للبوست على البيج بتاعتي او البروفايل بتاعي، ثم على 3 4 جروبات بس من اللي انا مشترك عليهم. تخيل احنا حاليا 90 واحد في القاعه، ال 90 عملوا شير في 3، شوف احنا جبنا كام جروب، وكل جروب فيهم كام واحد شاف البوست،
وكام واحد شاف البوست عرف زمايله. تخيل العمليه بتتشعب ازاي، وكل ده من ضغط الزر، انت ما عملتش اي حاجه من المجهود. متخيل؟ فتقدر اي حد موجود في القاع يقدر يساعد الاكاديميه. فانا فتحت لكم كل الدنيا، تقدر تساعد باقل القليل. شير، معرفه حتى الزونه اللي حواليك، انت رايح شغل، السلام عليكم شباب اخباركم ايه، ده في كورس عن كذا، رحت للمساحين بتوع الموقع بتوعنا عشان الجي اي اس، معظم الناس سواء مهندسين او مساحين بيستخدموه في الجامعه، في كورس عن الجي اي اس. رحت للمهندسين زمايلي والشله بتاعتي اللي بنخرج مع بعض بالليل، يا جماعه ده في اكاديميه بتشرح ريفت فور فري، بي ام بي فور فري، تمام، كورسات ثانيه فور فري. اوكي، طب ايه، شوف انا بس قاعد كده قاعده في نادي، في المكتب، في خمس دقايق من وقتك بس، نشرت الفكره وانت قاعد. اوكي، تقدر تساعد. في حد كان كاتب I can prepare presentation on trenchless technology practice. اوكي باشمهندس ربيع، حضرتك تتواصل معايا ونظبط مع بعض البرزنتيشن، ولو حبيت تعمل فيها محاضره او محاضرتين كورس كامل انا ما عنديش مشكله خالص. Perfect sample list of tasks that can be remotely for pick. جميل، انا كده شرحت البتاع، ربيت الشرح في كام محاضره؟ تسع محاضرات. مهندس عمر لو معايا، انت شرحت تسع محاضرات مظبوط؟ اعتقد انا شفت تسع محاضرات. المهندس محمد اشرف يقدر يتاكد لنا من المعلومه. Only for engineering course or any field. حاليا الانجنييرنج بجميع تخصصاتها. اوكي، مهندس هيثم. لكن فيما بعد او اما الصف هيزيد هنقسمه ان شاء الله رب العالمين لمعاهد. يعني اكاديميه المتقدمين قبل كده كانت متقسمه لمعاهد. معهد تكنولوجيا المعلومات، ده خاص بالاي تي والكلام ده، والفوتوشوب والاستريتور ديزاينر، كان في معهد تشغيل ادارات المشروعات، ده مدني ومعماري وميكانيكا وكهرباء واداره مشاريع، كان في معهد اللغات والترجمه، ده كان في معهد التنميه البشريه، كان في معهد اسمه النبوغ المبكر، كان في اللي هم الاطفال اللي عندهم مشاكل في النطق والكلام ده، كان في معهد للمحاسبه وهكذا. فاحنا نتطلع لذلك، لكن احنا حاليا بنحاول نكفر مبدئيا للمهندسين، تمام، ونحاول نجيب لهم محاضرين، اوكي، ومتطوعين يكفروا المحاضرات دي. اوكي، فنتمنى ذلك. فاللي عنده محاضر، اللي يقدر يعمل شيرنج، اللي يقدر يعرف الناس بالاكاديميه، يحاول يقنعهم بفكره التطوع، احنا هنعمل شغل كويس جدا مع بعض. لو قدرنا فعلا نوصل الكونسبت صدقه جاريه، علم ينتفع به. انت لن تتخيل العلم اللي مرفوع فور فري، انت مش يعني المحاضر يعتبر شبه هو بيعمل مجهود كبير جدا. يعتبر اكبر ويت المحاضر بيعمله ان هو بيقعد يجهز الماتيريال ويقعد يشرح كتير ويتابع الاسئله ويجاوب على الناس، مجهود رهيب، تمام. الباقي لو انت دخلت معايا هعرفك الليله بتتلم ازاي، تمام، في لحظه، يعني ايه تولز وحاجات هتتبسط. اوكي، وهتفيدك حتى على المجال المهني. تخيل انت مثلا لو اتعلمت المونتاج واحترفت طبقا للتطبيقات اللي انت بتعملها هنا، تقدر ان انت حتى لما تيجي تعمل برزنتيشن في اي ليك انت، حتى في الكومباني بتاعك، سهل جدا في ثانيه، دخلت ومنتجت الفيديو وظبطته وخدت بيفور وافتر، ومتخيلين كده مهاره. فالموضوع سلس يعني. عشان اي شيء على الكويس ثلاثه هننزله لك بعد المحاضره يا باشمهندس احمد. يا شباب، حد عنده تعليق عن الكلام اللي انا قلته؟ السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ اخبارك حبيبي، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. مبارك عمري، طمنا عليك. يعني قايد كده يعني برضو الشباب اللي حضر
أكيد منهم مهندسين يعني خبرة منهم اللي عنده خبرة سنين طويلة الفكرة إن دكتور أنا عاوز إبراهيم حب يقطع. يعني نعمل محاضرات نديهم داتا بيس صح، لأن أغلب الفيديوهات مع الكومنت اللي أنت قلته أنا افتكرت حاجة، إن زي ما أنت عارف في بعض المواقع أي واحد بيعمل له فيديو كده كأنه بيعمل يعني سوشيال ميديا وينشر كان دكتور إبراهيم الصوت بيقطع. عمال يقول ممكن معلومات غلط، انا اقصد ان انا عاوز رياض الله عشان كده كويس الصوت. السلام عليكم، دلوقتي سامعني؟ دلوقتي كويس. الصوت كده كويس؟ طب ماشي اوكي. وكنت بقول لحضرتك يعني نتيجة ان الناس بتنتشر على اليوتيوب بالذات، واي برامج اي واحد يعني بيروح طالع وبيحكي قصة في موضوع مجال هندسي معين، في الكهرباء، في الميكانيكا، في الانشائي، في المعماري، بدون يعني انا اقصد ان انا عاوزين في الاكاديميه عندكم او في اي مكان من اللي انت عارفه احنا طبعا بنتواصل فيه، ان الناس الفريش بالذات ياخدوا الداتا من مصادرها الصح، وتبقى مبنيه على اسس علميه ومبنيه على مراجع من نتيجه خبره ونتيجه احتكاك بالسوق ومتطلبات السوق للمهندسين. لان في بعض الناس المهندسين الجداد بالذات اللي هم بقالهم سنتين ثلاثه اربعه في السوق لسه طالعين، بياخدوا داتا بيز وبيبني حياته عليها، وهي ممكن تكون غلط وما اعرف. ده اللي انا اقصده، ممكن تكون جميل. غلط وما اعرف. فانا كنت حابب ان احنا نعمل محاضرات ليهم تعرفهم ازاي يبتدوا الشغل، سواء في مجال التنفيذ، في مجال التصميم، في مجال المصانع. دول الثلاث حاجات اللي هم اكتر حاجه بيبقوا ريليتد الانجينيرنج، بعيد عن المبيعات طبعا، ده قصه تانية مش عاوز ادخل فيها. لكن الثلاث حاجات اللي هم تنفيذ وتنفيذ تصميم واشراف وايه كمان انتاج تصنيع المواد الهندسيه كلها في كل مجالاتها زي ما انت عارف. فلازم ياخدوا ازاي يقرا المشروع، ازاي ينفذ المشروع، ازاي يبني الدنيا، زي ما المهندس احمد بيحكي من شويه ان انت تهندل المشروع ازاي من ساعه الانشوف لحد ما تعمل الكوزه. نفس الفكره، انت من ساعه ما تبتدي اجتماع لحد ما اخلص، من اول ما ابتدي التصميم لحد ما اخلص، من اول ما انفذ المبنى لحد ما اخلص، وبيمر بمراحل كتير سهله وصعبه وميسره وفيها مشاكل وفيها خلافات وهكذا وهكذا. فطبعا لازم الناس تكون مبنيه على اساس يعني صح. ده اللي انا اقصده، لان انتشر في الفتره اللي فاتت دي ان المهندسين الفريش بالذات بياخدوا داتا من بعض الناس بدون مرجعيه، حتى لو هو دارس هندسه من اي تو زد صح، لكن احتكاكه بالسوق بعيد عن المجال اللي هو درسه. انا عاوز اقرب له اللي درسه مع اللي هنفذه في الطبيعه، لانه مش بعيد. اللي انت درسته هتنفذه في التصميم، اللي انت درسته هتنفذه في برامج تصميم، اللي انت درسته هتنفذه على ارض الواقع في مخططات الاسبلت والشوبدرونج بتاعك وهكذا، زي ما انت فاهم انا اقصد ايه. مظبوط. انا ما اعرفش الشباب اللي موجودين يعني اغلبهم ايه، فانا كنت حابب نوع النقطه دي بالذات، لان انا عاصرتها كتير الفتره الشهرين اللي فاتوا دول من اسئله بعض الشباب اللي في المحاضرات اللي انا بحضرها زي ما انت عارف. جميل يا هندسة، أكيد بالتعاون مع حضرتك يعني الله هنعمل شغل كويس. امين يا رب، واحنا تحت بعض الامور، وان شاء الله يعني لكم محاضرات عندي باذن الله تعالى. بإذن الله يا هندسة، جزاك الله خير. ماشي، هتفضل. شكرا. دلوقتي هنسيب المايك يا شباب وهنبدأ مع المشوانس أحمد فهمي. وزي ما تنسوش ان بعد اول ما تبدا الاسئله هنفتح الاستماره، ثم بعد كده انا برضو هدخل صوت تاني معاكم في نهايه المحاضره، على اساس ان ايه لو حد عنده سؤال حاجه واقفه الاستماره ما عملهاش هبقى معاكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا للدكتور ابراهيم وشكرا للمهندس احمد، ويعني شكرا ان في رغبه في افاده الجيل الجديد عشان يبقى واعي ويكون يعني بمعنى اصح اللي بيحصل ده
بيكون بمثابة إن أنا بدي لك خبرتي اللي كونتها في 10 15 سنة على الجاهز كده، عشان أقول لك يعني مش لازم تغلط غلطتي، وابدأ من حيث انتهى الآخرون، ولا داعي لأن تخترع العجلة. فيعني تحية كبيرة لأي حد بيحاول إن هو يفيد الجيل الشباب اللي لسه طالع. لو الصوت يعني لو الصوت مش تمام قولوا لي يا جماعة، أنا مش عارف الشات مش راضي يفتح معايا ليه، بس أنا لو لقيت لو الصوت تمام يا هندسة، صوت تمام، طيب زي الفل، ماشي ربنا يسهل والشات يفتح إن شاء الله. طيب احنا نكمل دلوقتي يا جماعه، احنا عملنا ايه؟ عملنا بلان كوست مانجمنت، عملنا استيميت كوستس، ودلوقتي هنعمل ديتيرمين بادجت. تمام، واحنا اتفقنا وقلنا الفرق ما بين الكوست استيميشن والكوست ديزاين والبادجت والبروجكت بادجت والكلام ده كله. تمام، طيب احنا دلوقتي عايزين نطلع البادجت، عايزين نعرف البادجت. البادجت دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن كوست ديزاين بالاضافه للبروجكت فاندنج ريكويرمنتس، كوست بيزلاين بالاضافه للبروجكت فاندنج ريكويرمنتس. لو نرجع للاكزامبل اللي وريته لكم هنا يا جماعه، فاكرين الاكزامبل ده؟ لا مش ده، لا استنى مش ده ولا ده، لا ده الاكزامبل ده اللي فوق ده لحد ما احنا شايفين كده، ده يعتبر ايه؟ ده كوست استيميشن اللي احنا ممكن نعمل به الايه، اللي نحط عليه الكونتينجنسي ريزيرف يدينا كوست بيز لاين. طب اللي تحت ده اللي هو ايه بقى؟ البادجت او الفاندنج ريكويرمنتس. يعني من الاخر انا بقول انا عايز في الاسبوع الاول 3000 دولار، عايز في الاسبوع الثاني 2000 دولار، عايز في الاسبوع الثالث 3500 دولار، عايز في الاسبوع الرابع 2300 دولار. ما جيتش هنا بقى في الاسبوع الرابع وقعدت اقول لا دول 800 ولا 1500، لا جمعت الاثنين وقلت انا عايز ايه. دي بنسميها البادجت او في نفس الوقت الفاندنج ريكويرمنتس. تمام، لما بحط الكلام دوت على الزمن وابتدي اقول انا عايز في الفتره الفلانيه الفلوس الفلانيه، دي بتبقى الايه؟ البادجت او الفاندنج ريكويرمنتس. تعالوا نرجع تاني، لا نرجع مش قوي كده، فاحنا عايزين الكوست بيز لاين اللي لسه قايلين عليه من شويه، وعايزين البروجكت فاندنج ريكويرمنتس. تمام، ونعمل ابديتس في الدوكيومنتس دي اللي هي الكوست استيميتس والبروجكت سكادول والريسك ريجستر. وعندنا ايه في الانبوتس؟ عندنا الحاجات العاديه خالص اللي بنستخدمها كل مره، بالاضافه للاجريمنتس والاي اف والاو بي. عندنا ايه هنا في الـ في التولز؟ اكسبرت جادجمنت وكوست اجريجيشن. هنشوف الكوست اجريجيشن دلوقتي عملي داتا اناليسيس، وهنعمل في الداتا اناليسيس دي ايه؟ ريزيرف اناليسيس. وقلنا ايه هي ريزيرف اناليسيس؟ تحليل الاحتياطيات، ابتدي احط الاحتياطي اللازم لكل حاجه. هيستوريكال انفورميشن ريفيو، مراجعه كل البيانات التاريخيه او المعلومات التاريخيه. فاندنج ليميت ريكونسيليشن، وده تكنيك هنشرحه دلوقتي. وفاينانسنج اللي هو التمويل او اي وسيله من وسائل الفاينانسنج، اي وسيله، سواء تاخد قرض من بنك، بتاخد من الشركه نفسها، بتدخل معاك بارتنر، اي وسيله من وسائل الايه؟ الفاينانسنج. طيب تعالى نشوف كده، احنا عندنا حاجه اسمها كنترول اكاونت، كنت اتكلمت عليها في الاول وقلت لكم هشرحها بعدين. الكنترول اكاونت ببساطه شديده هي نقطه انا بقدر اعمل عندها كنترول، والنقطه دي اقدر من خلالها اتحكم في اكتر من حاجه. طيب لو احنا تخيلنا الورك بريك داون ستراكشر اللي كان موجود عندنا، ومسكنا البرانشز اللي نازله من فوق كلها وبدانا نشوفها، طب تعالى نشوفها كده في الشكل اللي جاي ده ونرجع تاني. يعني على سبيل المثال لما كنت بقول والله انا عندي بند دهانات، عندي بند الكهرباء، عندي بند مش عارف ايه، فكل واحد من دول ينفع يبقى كنترول اكاونت. كنترول اكاونت عند الدهانات، كنترول اكاونت عند الكهرباء، كنترول اكاونت عند فريق العمل بتاع المشروع، وهكذا. تمام، طيب الكنترول اكاونت هي النقطه اللي انا بقدر عندها من الكنترول على المصاريف بتاعتي، واقدر اعمل كنترول على اكتر من حاجه. قال لك از مانجمنت كنترول بوينت وير scope, cost, and schedule are integrated and compared to the earned value for the performance measurement. يعني هي النقطة دي اللي عندها، بجمع السكوب على الكوست على السكيدول وعملهم integration وكمبير الكلام دوت بالearned value اللي عندي. are placed as a selected management points is WBS، بتحطها في النقطة اللي انت عايز تدير من عندها في WBS. is defined with a unique code or an accounting number، بتحط لها unique code او accounting number which can be linked to the performing organization accounting system اللي هو شجرة الحسابات بتاعت الشركة. حضرتك بتربط الرقم ده، يعني مثلا انت شجرة الحسابات مطلع عندك بند اسمه العمالة او الموظفين او الاجور،
الباند ده واخد كود في الشجره مثلا 011، فانت مطلع بقى كمان الاجور بتاعه الناس اللي شغاله في المشروع الفلاني ورحت حاطط لهم كود 0115، ده بيبقى مربوط ب 011 اللي هو موجود في شجره الحسابات بتاعه الشركه. تعالوا نشوف الكوست اجريجيشن يا جماعه. نفترض كده ان احنا عندنا اكتيفيتيز وعندنا ورك باكجز، والمفروض ورك باكجز بتنتهي بعد كده عند الديليفرابل اللي انا قلت لك عليها من شويه اللي هي الكنترول اكاونت استيميتس. فانا بعمل الكوست اجريجيشن ده ازاي؟ باجي عند الاكتيفيتي استيميت وابتدي استيميت الكوست بتاعت كل اكتيفيتي. اكتيفيتي بي 1 ب $150، اكتيفيتي بي 2 ب $250، اكتيفيتي بي 3 $300، اكتيفيتي بي 4 $300، اكتيفيتي بي 5 $450. طيب انا هنا بعمل ايه بقى؟ اكتيفيتي استيميتس اقفل الكاميرا يا باشمهندس. اكتيفيتي استيميتس باخدها واجمعها حسب هي تبع مين؟ حسب هي تبع مين؟ فبجمع مثلا انا اكتيفيتي بي 1 بي 2 بي 3 كانوا تحت ورك باكج دي، فجمعتهم مع بعض بقى عندي الورك باكج دي ب 700. باشمهندس يا ريت تقفل الكاميرا. تمام؟ و 750 باشمهندس احمد شعبان حضرتك فاتح الكاميرا. ال 750 هنا جمعت ال 300 400 500 وهكذا. دي برضو ورك باكج جايه من مجموعه من الاكتيفيتيز، ودي ورك باكج جايه من مجموعه من الاكتيفيتيز. طيب بقى عندي دلوقتي الليفل بتاع الورك باكجز، عندي ب 700 و750 و450 و560. تمام؟ طيب الاربعه دول مع بعض كده، او سوري الثلاثه دول مع بعض هيتجمعوا مع بعض عشان دول كانوا تحت كنترول اكونت واحد او ديليفربل واحد. وعندي 650 دي مع حاجات تانية جمعتها بقت هنا 650، ادي عندي كمان ادي ديليفرابل تاني. بجمع كل الكنترول اكونتس يبقى انا كده وصلت لايه؟ وصلت للبروجكت استيميتس اللي هي 2550. انا لحد كده واصل ايه اللي هي يا جماعه؟ بروجكت استيميتس. اجي احط 250 از كونتنجنسي ريزيرف فوق البروجكت استيميتس دي يديني ال 2800. ال 2800 دي اللي هي تعتبر كوست بيرفورمانس بيز لاين، كوست بيرفورمانس بيز لاين او كوست بيز لاين، وهي في نفس الوقت التايم فيزد بروجكت بادجت. لما احطها على الوقت، لما اوقعها على الزمن تبقى تايم فيزد بروجكت بادجت. تمام؟ تاني في هنا عندي بروجكت بادجت وعندي تايم فيزد بروجكت بادجت. تمام؟ في هنا بروجكت بادجت وتايم فيزد بروجكت بادجت او تايم فيزد كوست كوست بادجت. تمام؟ دي بتبقى ايه؟ بتبقى هي الكوست بيز لاين بس محطوطه على الزمن، ان انا اخدت الكلام ده وبدات ان انا افرده على الاسابيع او الشهور او المدد اللي عندي. اخد بقى الكوست بيز لاين ده واحط عليه المانجمنت ريزيرف يديني البروجكت بادجت. تاني انا اهو بدات من الاول بعمل اكتيفيتي استيميشن، اكتيفيتي استيميتس سوري اهي بالموجوده عندي تحت، حطيت استيميشن لكل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز دي، وبدات اجمع الاكتيفيتيز الخاصه بكل ورك باكج. فبقت عندي الورك باكج دي بعد ما جمعت لها الاكتيفيتي بتاعتها دي 700 دي 750 دي 450 دي 650، بدات اجمع على ليفل ايه؟ اجمع الورك باكج واحط فين واصب فين؟ اصب في الكنترول اكونتس او الديليفربلز. بقى عندي هنا 1900 و650 وهكذا الصعود. فبدات اجمع كمان على مستوى بقى الكنترول اكونتس عشان اشوف كل البروجكت استيميتس اللي هي ال 1700 بلس 650 بقى عندي 2250. لحد كده انا عندي الاستيميشن بتاعت البروجكت والزاوت كونتنجنسي ريزيرف والزاوت اني ريزيرف. فانا ببتدي احط الكونتنجنسي ريزيرف عليها، لما احط الكونتنجنسي ريزيرف عليها يديني ايه؟ 2800، يديني 2800. اخد ال 2800 دي بقت عندي هي الكوست بيز لاين، كوست بيرفورمانس بيز لاين او كوست بيز لاين. اخد 2800 دي وافردها على الزمن، اقعد اقول ويك نمبر 1 كذا، ويك نمبر 2 كذا، ويك نمبر 3 كذا، او مانث او يير او ايا كان، اذا كده بقى تايم فيزد بروجكت بادجت. اخد بقى الكوست بيز لاين ده واحط عليه المانجمنت ريزيرف، كده بقى عندي البروجكت بادجت اللي هو 3100. تمام؟ دي كانت الكوست اجريجيشن يا جماعه، دي كانت الكوست اجريجيشن يا جماعه. طيب عندي كمان الفاندنج ليميت والفاندنج ليميت ريكونسيليشن. انا او الفاندنج ريكويرمنتس وبعدين الفاندنج ليميت ريكونسيليشن. انا رسمت لكم من شويه حاجه شبه دي، كنا بنتكلم ان ده كده الايه الكوست اللي احنا مخططينها، ده كده يعتبر الكوست بيز لاين بالنسبه لي، وادي بادجت ات كومبليشن اللي احنا بنتكلم عليها. طيب لما نيجي نبص كده، ان قبل بقى ما اصرف، قبل ما اشوف الخط المنقط ده خالص،
انا عندي ايه؟ انا عندي كوست بيز لاين. طيب الكوست بيز لاين لما انا رسمته بالشكل ده، فوالله رحت اوريهم الكلام ده يا جماعه، فقالوا لي طيب معلش يا باشمهندس قول لنا الدفعات اللي هتعوزها كام، كل قد ايه انت هتعوز دفعات كام، كل قد ايه. فبدات ابص كده واقول والله انا هعوز الدفعه دي للمده دي، تمام، انا اهو هعوز الدفعه دي للمده دي، وبعدين هعوز الدفعه دي للمده دي اللي هي فاكرين التايم فيز بادجت، وهعوز الدفعه دي للمده دي، وهعوز الدفعه دي للمده دي، وهكذا. حلو. طيب حضرتك النهارده بدات تطلع الفاندنج ريكويرمنتس من الكوست بيز لاين. تاني خلينا نرجع بس كده ونبص على حاجه، احنا عندنا هنا ايه؟ كوست بيز لاين وبروجكت فاندنج ريكويرمنتس، تمام، اللي هي من الاخر الكوست بيز لاين اللي هو الكوست المعتمد بتاع المشروع، تمام، محطوط طبعا انكلودنج كونتينجنسي ريزيرف. بروجكت فاندنج ريكويرمنتس يعني من الاخر انت عايز كام، كل قد ايه، امتى هتطلب الحاجه الفلانيه، تمام. طيب فلما جينا هنا قال لك ايه؟ قال لك ادي كوست بيز لاين، انا عندي بقى عايز الفاندنج ريكويرمنتس. طيب بدات اشوف والله انا عايز الفلوس اللي تكفيني لحد النقطه دي فطلبت المبلغ، وبعدين عايز الفلوس اللي تكفيني لحد النقطه دي فطلبت المبلغ ده، وهكذا هنا فطلبت المبلغ ده، وهكذا هنا طلبت المبلغ. بيوريك بقى هنا كمان الايه الفرق ما بين الكوست بيز لاين والبروجكت بادجت. تاني اهو الفرق اهو، كوست بيز لاين واقف لحد فين؟ لحد هنا. البروجكت بادجت واقف لحد فين؟ سوري، هتضيف عليه المانجمنت ريزيرف يديك البروجكت بادجت. طب امال ايه ده بقى؟ قال لك دي المصاريف الفعليه اللي انت صرفتها، اللي هي قعدت اقل من الكوست بيز لاين طول المشروع وجت في الاخر وضربت شويه. دخلت فين؟ في المانجمنت ريزيرف. بدات تدخل، عديت الكوست بيز لاين ودخلت في المانجمنت ريزيرف، تمام؟ فده ببساطه الفاندنج ليميتس. طب امال ايه بقى هو الفاندنج ليميت ريكونسيليشن؟ الفاندنج ليميت ريكونسيليشن انك انت تيجي تقول لي انا عايز في الشهر الاول مليون جنيه، في الشهر الثاني 2 مليون، في الشهر الثالث مليون، في الشهر الرابع 5 مليون. فاجي انا اقول لك كممول او انا السبونسر اقول لك انا مش معايا الفلوس بالشكل اللي انت طلبته، لكن انا هقدر اديك الفلوس بالمعدل ده، الشهر الاول مليون، الشهر الثاني نص مليون، الشهر الثالث نص مليون، وبعدين 4 مليون. فحضرتك تبتدي تمسك البروجكت او تبتدي تمسك الكوست بيز لاين بتاعك تعدل فيه بما يتناسب مع الفاندنج اللي هيجي لك، بما يتناسب مع الليميتس اللي حصلت على الفاندنج ريكويرمنتس. فاندنج ريكويرمنتس كانت عايزه بالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده، فانا لقيت ان انا اللي هقدر اوفره لك هيبقى بالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده. طيب ايه اللي يحصل؟ فهتبتدي تمد اجل المشروع او تمط في الجدول الزمني او تغير في ترتيب الاكتيفيتيز بتاعتك بما يتناسب مع معدلات الصرف او يعني معدلات الدفعات اللي هتاخدها. ده اسمه funding limits reconciliation، وهو اعادة تسوية او اعادة تظبيط الكوست بيز لاين حسب الفاندنج ليميتس، حسب الحدود الجديده للفاندنج، تمام. يبقى احنا اتفقنا ان عندنا كوست بيز لاين وبروجكت بادجت، وعندنا وعندنا فاندنج ريكويرمنتس اللي هي متطلبات. انا عايز يعني انا عشان امشي المشروع بالشكل ده محتاج دفعات بالحجم ده في المواعيد دي. طب انا جيت قلت لك والله يعني تعالى نرجع للاكزامبل ده مثلا. لا، لو انا جيت قلت لك انا مش قادر اوفر لك هنا 3000 ولا هنا 2000 ولا قلت لك هنا 1000 1000 2000 2000، انت هتعرف تخلص المشروع دوت في 4 اسابيع؟ لا، هتبتدي تعيد توزيع التاسكات ديت على الزمن الجديد اللي هيبقى مناسب للفلوس اللي انت هتاخدها، تمام. فهي دي الفاندنج ليميت ريكونسيليشن، تمام. طيب احنا كده شفنا الكوست اجريجيشن وفاندنج ليميت ريكونسيليشن. عندنا دلوقتي اخر بروسس، اخر بروسس عندي اللي هي كنترول كوستس. كنترول كوستس از ذا بروسس اوف مونيتورنج ذا ستاتس اوف ذا بروجكت تو ابديت ذا بروجكت كوستس اند مانجينج تشينجز تو ذا كوست بيز لاين. من الاخر هي دي البروسس اللي انا بقدر اعمل من خلالها. زي ما كنت بعمل كنترول على السكيدول انا هعمل دلوقتي كنترول على الكوستس. ذا كي بينفيت اوف ذيس بروسس از ذات ذا كوست بيز لاين از مينتيند ثرو اوت ذا بروجكت. ذيس بروسس از بيرفورمد ثرو اوت ذا بروجكت. ذا كي تو افكتيف كوست كنترول، يعني مفتاح او السر في انك تعمل effective cost control is the management of the approved cost baseline، انك تمانج المشروع حسب ال approved cost baseline، تمام. طيب
دي كلها حاجات included في الكوست كنترول. بنعمل ايه؟ بننفلونس الفاكتور that created changes to the authorized cost baseline. يعني اي فاكتور ممكن يعمل change في الكوست baseline انا بانفلونس، انا بحاول ان انا اقصر على الفاكتور ده او اخليه ما يحصلش او اخلي تأثيره اقل منه. Ensuring that all changes requests are acted on in a timely manner. يعني اي change او اي request لل change بيحصل بيتم التعامل معاه في الوقت المناسب. Managing the actual changes when and as they occur. ال actual changes اللي هي بقى مش change request، لا change حصلت actually، تمام؟ فبتبتدي تتصرف معاها حسب ما حصلت وفي وقت ما حصلت. Ensuring that cost expenditure don't exceed the authorized funding by period, by WBS component, by activity and in total of the project. يعني بتبتدي تعمل مونيتور على المصاريف بتاعتك وتطمن انها ما تخطتش الليميتس بتاعت الفند اللي هو انت مثلا يعني الفند اللي جاي لك دلوقتي مليون، ما ينفعش تصرف مليون ونص، ما ينفعش تبقى مصاريفك المفروض تتصرف في الفترة دي مليون ونص، وما ينفعش كمان ان الدهانات مثلا تبقى تكاليفها عليك كلها مثلا 120,000 فانت تبقى صارف على الدهانات اكتر من كده. باي اكتيفيتي، لو الاكتيفيتي دي برضو تعمل كنترول على الليفل بتاع الاكتيفيتي وعلى البروجكت كله. Monitoring cost performance is to isolate and understand variance from the approved cost baseline. يعني تفضل متابع كده الكوست بيرفورمانس عشان تحاول تجنب المشروع من اي changes ممكن تحصل. Monitoring work performance against funds expended. تمام؟ يعني بتبتدي تتابع الشغل اللي تنفذ مقابل التمويلات اللي خدتها. انت ممكن تكون بتصرف حسب التمويلات بس الشغل اللي بيطلع في النهايه مش هو حسب اللي انت مخطط له. Preventing and approved changes from being included in the reported cost or resource usage. اي ان ابروفد تشينج بتحاول ان انت تبريفنت ان التشينج ده يحصل. انفورمينج ابروبريت ستيك هولدرز، بتوصل للستيك هولدرز المناسب المعلومات اللي تتعلق بالكوست اللي هو يعني ليها علاقه بيه. برينج اكسبكتد كوست اوفر رانز ويذن اكسبتبل ليميتس، تحكم في الخروج عن البادجت او المصاريف بتاعتك بحيث انها تبقى في معدلات مقبوله. وادي البروسيس عندي اهي work performance information، يبقى لازم عندي هنا work performance data. و cost forecasts، cost forecasts دي لما تفتكر الجزء بتاع to complete performance index will estimate to complete و estimate at completion، دي كلها اسمها cost forecasts. فانت هدفية تعمل processes اللي احنا شرحناها من شوية. و change requests، لو انت بقى في حاجة محتاجة change زي ما احنا كنا بنشوف من شوية عايز تغير في cost design، تمام؟ طيب طبعا ابديتس بقى لكل الحاجات دي. طيب عندنا هنا في الانبوتس برضو الحاجات العاديه عارفينها بالاضافه الى البروجكت فاندنج ريكويرمنتس اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها، ورك بيرفورمانس داتا و او بي اي. طب ايه التولز اللي عندي؟ اكسبرت جادجمنت، داتا اناليسز. وفي الداتا اناليسز في ايه بقى؟ ايرنت فاليو اناليسز لسه واخدينها، الفاريانس اناليسز لسه واخدينه، والترند اناليسز كنا اتكلمنا عليه قبل كده برضو. الترند اناليسز ليه علاقه بالاندكسز اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هو الكوست بيرفورمانس اندكس will schedule performance index with two complete performance index. كل الاندكسز او الانسيز اللي عندي ليها علاقه بالترند اناليسيس. الريزيرف اناليسيس وتحليل الاحتياطات ولسه كنا قايلين عليه شويه، وحاطط لك كمان التو كومبليت بيرفورمانس اندكس كحاجه كده من حاجات التولز المهمه اللي المفروض تعتمد عليها، والبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. تمام؟ طيب كده احنا خلصنا الكوست ونبتدي نفتح فقره الاسئله ومعانا اول متصل ونقول الو. طبعا مش قالوا يا جماعه احنا بنتكلم هنا شات يعني. ماشي طيب ما فهمتش ولا في حاجه غلط؟ المهندسه ايه انت مش سامعاني خالص ولا ايه؟ المهندسه ايه بتقول طب لسه حضرتك ما فتحتش ولا في حاجه غلط؟ هو اكيد في حاجه غلط. طيب في اول سؤال من المهندس محمود زيتون وكان محضره وعمل له كوبي بيست كده على طول. طيب وات از سكادول ريزيرف ونيجاتيف توتال فلو. طب ماشي انا مفيش مشكله والله في اسئلتك، بس انا عايز اول اجاوب على اسئله الناس اللي هي يعني تبع المحاضره دي، ونخلي بس اسئله الكويزز اللي فاتت في الاخر خالص. ماشي؟ حد عنده اسئله في المحاضره بتاعت النهارده يا جماعه؟ حد عنده اسئله في محاضره النهارده؟
هو انا محدش سامعني؟ طيب انتوا سامعيني يا جماعه؟ نضغط رقم واحد لو سامعيني. طب الحمد لله رقم واحد. بس كفايه خلاص خلاص تكتبوش واحد. طيب تمام. مهندس هشام صلاح بيقول could you please explain IRR. طيب يا جماعه احنا قلنا الاي ار ار هي المعدل الفايده او الريتيرن اللي عنده بيتساوى الريفينوس والكوست او النت بريزنت فاليو للبنفيتس مع الكوست. من الاخر النت بريزنت فاليو سوري مش النت البريزنت فاليو بتاعت البنفيتس مع الكوست. يعني النت بريزنت فاليو تساوي زيرو عند تايم معين. ولما جينا شرحنا يا باشمهندس وقلنا كده ان احنا مثلا في البروجكت بتاعنا اللي كنا بنتكلم عليه اللي كان عندنا كنا جايبين النت بريزنت فاليو. خليني كده ارجع واوريها لك هنا. ده لو تاخد بالك احنا عندنا هنا كورسس وعندنا هنا ايه انكم وعندنا هنا النت بريزنت بتاعت الكورس والنت بريزنت بتاعت الانكم. وانا هنا مدي لك الانترست ريت 10% وهنا 10%. انا هنا بعد 3 سنين انا ممكن اغير شويه حاجات هنا عشان اخلي الموضوع يناسب الاي ار ار. انا ببساطه لما جيت طلعت هنا النت بريزنت فاليو طلعت كام؟ طلعت 62. لا انا مش عايزها 62، انا عايزها بعد 3 سنين تبقى صفر. انا عايزها بعد الثلاث سنين دول تبقى صفر. فانا هبتدي ادور على معدل الفايده اقعد اغير في ال 10% دي لحد ما تديني هنا قيم وهنا قيم. لما اجمعهم واطرحهم من بعض يديني صفر. يعني عايز من الاخر يبقى هنا 353 مثلا وهنا 353 او هنا 320 وهنا 320. طيب انا بلعب في ايه؟ انا بلعب في الانترست ريت دي، بلعب في الانترست ريت اللي تديني ده يساوي ده. بلعب في الانترست اللي تديني ده يساوي ده. تمام يا باشمهندس؟ يا ريت يكون الموضوع كده واضح. ماشي يا باشمهندس سامح. انا فاكر اللي انت السؤال اللي انت قلت لي عليها الخاص. حاضر والله، بس ناخد بس الاولويه بتاعت الاسئله بتاعت المحاضره بتاعت Find the explain the cost baseline again. طيب مهندس عبد الرحمن عايز الكوست baseline again. طيب نيجي كده الكوست baseline يا جماعه. الكوست بيزلاين هندسه هو ان انا تبقى عندي الكوست استيمتس احط الكونتنجنسي ريزيرف يبقى عندي الكوست بيزلاين. لما تيجي تبص معايا هنا كده فين في الاجريد. طيب انا عندي هنا البروجكت استيمتس. انا هنا عملت ايه؟ انا كل الحكايه ان انا كنت بشوف كل حاجه تكلفتها كام واقول عليها ورحت مجمع كل التكاليف دي احط عليهم الكونتنجنسي ريزيرف يبقى ده ايه؟ واعتمده طبعا يبقى ده كوست بيزلاين. تمام؟ طبعا مش اللي هو كده، لا اعتمده برضه يبقى ده كوست بيزلاين. اخد الكلام دوت واحطه على التايم يبقى ده تايم فيزد بروجكت بادجت، يبقى ده تايم فيزد بروجكت بادجت. تمام؟ اخد بقى الكوست بيزلاين واحط عليه المانجمنت ريزيرف يديني البروجكت بادجت. تمام؟ واضحه؟ اتمنى تكون واضحه. يعني احنا الشات بيعلق. لا. طيب موضوع قياس نجاح المشروع، انا كمدير مشروع مسؤول عن تحقيق الاهداف والالتزام بالنطاق والزمن والتكلفه وليس مسؤول عن تحقيق متطلبات الراعي او الهيئه العليا. يعني دي معلومه ولا سؤال ولا ايه بالظبط؟ طب قياس نجاح المشروع يعني هل كده انت تقصد ان انت كده تحقيق الاهداف والالتزام بالنطاق والزمن والتكلفه وليس تحقيق متطلبات الراعي؟ لا طبعا. يعني انت اصلا جبت المتطلبات، جبت الاهداف بتاعه المشروع منين؟ ما هو جمع المتطلبات جزء من شغلك. انت بتقوم بكولكتنج ريكويرمنتس من كل الستيك هولدرز اللي الراعي واحد منهم. تمام؟ الهيئه العليا برضو منهم. فانت في الاول بتكولكت كل الريكويرمنتس. فكره ان انت مش مسؤول عن تحقيق متطلبات الراعي، لا انت مسؤول عن جمع متطلبات الراعي. وسواء بقى ساعتها هتبقى رافضها او هتناقشها او هتتفق على حاجه ثانيه، بس في النهايه انت هتاخدها انتو كونسيدريشن. تمام؟ فكون ان حضرتك النهارده تقول لي انا بحقق الاهداف وبلتزم بالنطاق والزمن والتكلفه، طيب ما افرض ان انت النطاق ده جبته منين؟ النطاق ده ما جاش غير من المتطلبات كل الستيك هولدرز اللي من ضمنهم الراعي. طيب يا ريت لو انا فهمت صح فانا كده جاوبت، لو كنت تقصد حاجه ثانيه بقول لك.
الذي يجب الالتزام به حسب بنود العقد المتفق عليه في المشروع هو CBI أو SBI. والله يا باشمهندس هو CBI والSBI ده ما بيبقاش موجود في العقد أصلا. أنت لو خدت بالك إن إحنا ما بنقدرش نعرف CBI والSBI إلا لما بنبتدي نشتغل في المشروع وبنبتدي نوصل لمعدل إنتاج معين، فساعتها بنقول والله CBI بتاعنا كذا والSBI بتاعنا كذا، اللي هما بيكونوا نسبة إلى الشغل اللي اتعمل، نسبة ما بين الشغل اللي اتعمل والشغل المخطط، أو نسبة ما بين الشغل اللي اتعمل والفلوس اللي اتصرفت. فأنت مش هتعرف تحط CBI والSBI أصلا في العقد. ازاي نقسم حاجة واحدة على قيمتين مختلفتين اللي هو TCBI ويكون الإجابة صحيحة؟ لا طبعا هي مش الفكرة في انك بتقسمهم على قيمتين مختلفتين وتكون الإجابة صحيحة. دول تو اوبشنز يا باشمهندس. انت بتوصل للفاليو بتاعتك سواء كانت BAC ناقص AC او AAC ناقص AC. يعني انت مش احنا من شوية كنا بنشرح عندنا ثلاث احتمالات لان احنا نكمل الشغل بعد ما وقفنا وقسنا. الاحتمال منهم ان انت هتكمل حسب المخطط اللي هو BAC او هتكمل حسب الوضع الجديد اللي هو AAC، فده options. طيب في حالة حدوث التغيير في معدل او اساليب العمل المتفق عليه، لا هو ده يبدو ان ده كمالة سؤال تاني. ريت اللي يسأل سؤال يسأله في رسالة واحدة لان انا مش هعرف اجمع السؤال من كذا رسالة. طيب الار هي معدل التضخم؟ لا طبعا الار مش معدل التضخم. معدل التضخم حاجة والار ده اللي هو معدل الفايدة المعلنة من البنك المركزي زي ما حكيت لك. هل ده هو ده؟ لا طبعا ده مش هو ده. انت ممكن تلاقي ان مثلا يطلع تقرير يقول لك ان معدل التضخم السنة اللي فاتت كان 13% بس الانترست ريت مثلا 14 15 16. كل دولة بتبتدي تدير السياسة النقدية بتاعتها بناء على الكلام ده. يعني الدولة لما تحب تلم الفلوس اللي في ايدين الناس وما تشجعش الناس على الاستثمار وعايزة تلم الفلوس اكتر بتعمل ايه؟ بتقوم رفع سعر الفايدة، فتغري الناس اللي معاها فلوس تروح تحط الفلوس في البنك تاخد عليها عائدات اعلى، فهي تبقى لمت السيولة. طب عايزة الناس ترجع تاخد الفلوس بتاعتها اللي في البنك وتتوجهها للاستثمار اكتر، فبتقوم مقللة معدلات الفايدة عشان يبقى البنك بالنسبة لهم اقل الخيارات عائدا، وبالتالي الناس تبقى متشجعة اكتر انها تروح تستثمر بدل ما تحط في البنك. طيب عندنا earned value and actual cost وplanned value and basis of estimates. طيب انا مش عارف ايه السؤال يا دكتور ابراهيم. earned value and the actual فرق بينهم ساعتك بس كده في عجالة يعني انا عندي الفرق ما بينهم بين هي واضحة بس في لبس شوية عند بعض الامور معلش. طيب بص يا فندم، انا بدخل قبل المشروع بيبقى عندي planned value، انا لسه ما نفذتش، فشيء طبيعي ان يكون عندي بلاند فاليو اللي هي انا عند اليوم الرابع هكون خلصت كذا، انا عند اليوم العشرين هكون خلصت كذا، دي كلها اسمها بلاند فاليو. طيب كده الشغل لسه ما بدأش. الشغل بدأ بقى وبدأنا نمشي وبعد اسبوع يوم يومين ثلاثة بدأنا نقف ونشوف احنا عملنا ايه، وبالتالي احنا عملنا ايه. دي شقين، شق مصروفات اللي هي الفلوس وشق تاني انتاج. الانتاج بسميه earned value، لما امسك الانتاج واحوله لما يوازيه من الفلوس هي دي بتبقى earned value عندي، لكن الفلوس اللي اتصرفت فعليا عند اللحظه دي بتبقى الاكتوال كوست. الفلوس اللي اتصرفت فعليا عند اللحظه دي بتبقى هي الاكتوال كوست. والبيزس اوف استيميتس زي ما قلت لك هي الاسس اللي انا بنيت عليها الاستيميشن. انا عملت استيميشن في الحته دي بناء على ان مثلا ان العامل مثلا في دولة زي الصومال أجره بيبقى من كذا لكذا، ده بيز اوف استيميتس. فأنت بدأت تبني على النقطة دي كل الاستيميشن اللي جاي، أو إن سعر الكهرباء في مدغشقر كذا، أو إن الكهرباء مدعومة في الحتة الفلانية، أو إن اللي مش عارف إيه كذا. أنت بتحط بيسس أنت بنيت عليها الاستيميشن. ياريت يكون الموضوع واضح. طيب ازاي نقسم حاجه؟ ما انا لسه انا جاوبت على السؤال ده باشمهندس ربيع اللي هو التي سي بي اي والكلام ده كله. طيب في سؤال تاني، هل في معدلات ثابته للاخذ في الاعتبار؟ الانفليشن ريت هو ما قدامكش حاجه غير الانترست ريت. الانفليشن ريت مش حاجه انت كنت ينفع تتعامل معاها كمواطن عادي. انت بتعرف تمسك ايه او ليه حاجه ده بتقدر تمسكها؟ بتمسك سعر عملتك مقابل الدولار، بتمسك سعر الفايده في البنك،
بتمسك مثلا سعر الذهب بيروح فين وبيجي منين، هي دي الحاجات اللي انت ممكن تبص عليها. طيب بما ان الحاجات دي قد تختلف من مكان لمكان، فبقينا مثبتين سعر الفايدة كمرجع لينا نقدر نتعامل به، لان سعر الفايدة دي حاجة ثابتة على مستوى الدولة كلها، وكمان حاجة كنترولد، يعني هي مش ماشية لوحدها. سعر الذهب بكرة ممكن يبقى كذا وبعده كذا، سعر الدولار كذا وبعده كذا، لكن سعر الفايدة حاجة كنترولد، حاجة مانجد، بيصدر بها قرارات من رئيس من محافظ البنك المركزي، والموضوع ما بيبقاش كل يومين ثلاثة، لا ده كل فترات كبيرة جدا، يعني ممكن يقعد سنة أو سنتين عشان يغير في سعر الفايدة. وبالتالي أصبح سعر الفايدة هي الحاجة اللي انت ممكن تشتغل عليه. عايز بقى تتابع الانفليشن ريت، تابع التقارير اللي بتصدر من على الجهاز، من الجهاز العام، من الجهاز التعبئه العامه والاحصاء، الجهاز المركزي التعبئه العامه والاحصاء، تابع التقارير الاقتصاديه اللي بتصدر عن البنك الدولي، تابع التقارير الاقتصاديه اللي بتصدر عن صندوق النقد الدولي. تمام. طيب احتماليه تكون باي باك بيريود مبني على مقدار مالي متوفر ولا على الزمن المفروض؟ بص، هو البي باك بيريود هو اصلا بيديك بيريود، يعني هو ما ينفعش يبقى انت في النهايه بتقارن مصاريف بعائدات في مدة محددة. انت صرفت مليون، جالك مليون بعد قد ايه؟ بعد قد ايه دي؟ ايه دي الاخرانية دي؟ هي البي باك بيريود. طيب في سكرين شوت هنا لحاجة معينة. طيب انا هداولود السكرين شوت على مسؤوليتك يا باشمهندس ربيع. واذا الجهاز بقت فيروس يبقى انتوا اللي انهيتوا الكورس بقى انتوا الطلابين. ماشي يا جماعة، نشوف الصورة بس، اصل الصورة ما بتفتحش في البتاع ده، نشوفها. ما ظهرتش وما نزلتش ولا ايه؟ اوبن فايل. طيب طيب انت حضرتك هنا واخد لي سكرين شوت. ماشي يا فندم، انا اوكي ماشي. المهندس ربيع واخد سكرين شوت من طيب ايه السؤال يا باشمهندس ربيع؟ خلينا هنا. Can we cover fund shortage by other sources of to save time and keep cost baseline؟ ماشي، دي حتى out of scope بالنسبة لإدارة المشروعات كعلم. انت في النهاية لما يكون، معلش انا اسف يعني، انت مطلوب منك مصاريف في البيت، سوري، انت الفلوس المتوفره ليك مثلا 5000 جنيه، والحاجات اللي مطلوبه تتعمل 10000 جنيه. انت قدامك اوبشن تستلف 5000 جنيه وتمشي الشغل كله، او تصرف كل المصاريف، او تتقسم الحاجات اللي هتتعمل على شهرين. يعني دي حته ما لهاش دعوه بال يعني بعلم اداره المشروعات. في النهايه انت استلفت، اتصرفت، عملت اي حاجه، ماشي خلاص، دي حاجه ترجع لك. في النهاية احنا بنقول لو ما قدرتش تعمل دوت هتعمل ايه؟ What is the basis of estimates and how does it apply to earned value calculation؟ طب ما احنا قلنا من شوية يا جماعة، basis of estimates هي الأسس اللي احنا بنعتمد عليها. انت جاوبتها خلاص يا دكتور بانشوانس، خلاص انا فهمتها. والله انا اسف يا ريس، ما ببصش على سعادتك. الله، انا اللي اسف ان انا كررت السؤال، معلش. لا لا خالص، انا ما ببصش على الاسماء، انا اسف يعني. لا لا ولا يهم سعادتك، لا اعوذ بالله. كانت وجود هدف وحيد في المشروع يكون تابع للأكيورسي ولا البرسيشن أثناء تنفيذ المشروع؟ طبعا الحتة بتاعت الهدف دي أنا مش عارف تقصد إيه، بس أنا اتكلمت عن الأكيورسي والبرسيشن في الاستيميشن، مش فكرة الهدف. أنا طبعا يعني إحنا أما بنيجي نعمل استيميشن يا جماعة، فلو عايزين نشوف الاستيميشن بتاعتنا دي هاي أكيورسي ولا لو أكيورسي، ده ليه علاقة بال التارجت. التارجت لما بقول تارجت هنا مش معناها التارجت بتاع البروجكت، انا بقول التارجت كوست، الكوست بتاعتي. يعني انا ضربت لك اكزامبل وقلت لك والله لو الحاجه دي هتتعمل في يعني انا ما اعرفش هتتعمل في النهايه، بس انا قعدت اعمل استيميشن وقلت والله حاجه دي ممكن تتكلف 300000 جنيه. وبعد شويه لما بدات اعرف معلومات اكتر قلت لا لا لا، هي الحاجه دي هتبقى 325000 جنيه. وبعدين بعد ما عرفت اكتر قلت لا لا لا، الحاجه دي هتبقى 318000 جنيه. لحد دلوقتي انا قادر اشوف ان الاستيميشنز بتاعتي كلها هاي بريسيشن. طيب تعال نشوف بقى الحاجه دي اتعملت بكام. اتعملت ب 400000 جنيه.
طيب يبقى اذا كانت لو اكيورسي بات هاي بريسيشن. انا هنا بتكلم عن كوست استيميشن، انا ما اعرفش بقى تقصد ايه هدف وحيد في المشروع. طيب البينيفيتس از انكم اور بروفيت؟ لا البينيفيتس يا جماعه هي الانكم مش البروفيت، اللي بروفيت اللي هو النت بريزنت فاليو او يعني حصل طرح الايه الانكم او البينيفيت من الكوست. تمام. طيب فين طيب يعني الناس في المانيا واليابان معدل الفايده بالسالب. طيب ده معناه ايه يا جماعه؟ معدل الفايده اللي بالسالب في اليابان او في امريكا احيانا بيبقى 0.5% والدنيا دي كلها. الناس دي ما عندهاش فلكتويشن او اهتزاز او تذبذب في العمله زينا، وكمان التضخم عندهم مش بنفس الصوره. يعني مثلا يعني طبعا في اليابان العمله بالسالب بدل الفايده بالسالب معناها ان انا هديك فلوس، سوري هسلفك فلوس، ولما اجي اخدها منك هاخدها اقل، لما اجي اخدها منك هاخدها اقل. خلي بالك ده مش بيغير عندنا حاجه هنا، انت برضو بتمشي على نفس الاسس دي. يعني طبعا معدل بالسالب ده مش كتير منتشر ومش بيحصل في كل السنين وفي كل الاوقات، بس بتعمله الدول دي عشان تعمل نوع من انواع البالانس ما بين البرودكشن او الناتج القومي وما بين الفلوس المتوفره، وعشان هي عندها حسابات ثانيه. اليابان دي بالذات في الاقتصاد، يعني اي حد بيدرس اقتصاد بيدرس اقتصاد كل حاجه، بيجي عند اليابان ويدرس حاجه ثانيه. اليابان دي وضعها فظيع جدا، يعني بلد مدينه بشكل غير عادي، وديونها معديه جدا، واقتصادها في العالي، يعني حاجات مش ماشيه مع بعضها يعني. لكن لو جينا نبص مثلا على امريكا بتدي معدل فايده ممكن 0.5% ربع في الميه، واحيانا بتنزل بالسالب لما بتبقى عايزه الناس تاخد الفلوس اكتر. يعني انت كل ما بتقلل الفايده بتساعد الناس تشتغل اكتر، بس في النهايه انت مضطر تحسب بالفايده اللي موجوده قدامك دي اللي هي موجوده في البلد اللي انت شغال فيها. توزيع التدفق الدفعات الماليه في المشروع يجب ان يكون حسب المخطط الزمني المقترح، واذا حدث اي تغير في المخطط هل يمكن تغيير حدود التدفق المالي ولا اصبح الزامي حتى نهايه المشروع المقترح؟ بص يا هندسه، احنا طبعا عندنا مبدا شغالين عليه دايما ان هو اسمه الانتجريتد تشينج كنترول. انتجريتد، كلمه انتجريتد دي معناها ان التشينج لما بيحصل ما يحصلش في جزيره معزوله لوحدها، يحصل وتترتب عليه حاجات في كل الاتجاهات، يحصل وتترتب عليه حاجات في كل الاتجاهات. وبالتالي لما انت تيجي تعمل تشينج في المخطط الزمني هيترتب عليه تشينج في الكوست، هيترتب عليه تشينج في البادجت وفي كل الحاجات التانية. وده بيبقى يعني ده طبيعي، دي طبيعه المشاريع ان دايما اي تشينج يبقى انتجريتد. في deliverable number الف 40 sub tasks to be، مظبوط يا هندسه، ممكن 1040 1 1040 2 وهكذا، يعني هو مجرد اكزامبل بس يعني احنا ما دققناش في الحته دي. طيب احنا كده عندنا دكتور ابراهيم حاطط جوجل فورم، اعتقد ان هو مش للاسئله. طيب تعالى نرجع بقى نشوف احنا كنا عندنا ايه. كان عندي المهندس سامح كان اتكلم في جزئيه ايه، معلش ذكرني باشمهندس سامح انا ناسي السؤال. طيب عندنا السؤال بتاع الاستاذ لومارك، مهندس لومارك. I have a question from the previous lecture regarding FF calculation in the slides. FF سوي ES of next activity minus EF of current activity. While I found in some resources saying free float equals ES of next activity EF of current activity. ماينس واحد ولا ايه؟ وانا شايف ان الستيتمنت هي بس يس ماينس 1. لا هو ماينس 1 دي ممكن تبقى ريليتد بحاجه ثانيه، ريليتد مثلا بالطريقه اللي احنا بنستخدمها في التحديد المدد بتاعه الاكتيفيتيز، اذا كنا شغالين بالسيستم بتاع الزيرو ولا شغالين بالسيستم بتاع النكست داي اللي كنا شغالين بيه. بس لا يعني ناقص واحد مش عارف، لا مفيش ناقص واحد، يعني ناقص واحد دي ممكن من فضلك تبقى تبعت لي الريسورسز اللي انت شفت فيها الكلام ده، اشوف بس القصه بتاعت الماينس واحد دي اشوفها يعني متقاله في اطار ايه بالظبط.
يعني هي ريليتد بالقصه بتاعت ان احنا بنبدا عند زيرو ولا 1؟ دي اللي تقصدها يا باشمهندس ربيع؟ يعني انا شكيت في كده برضو في الاول ان ده ممكن يكون ريليتد بالحته دي، حته ان احنا ماشيين بنظام مثلا الستارت زيرو، وان اول يوم في المشروع بيبدا من زيرو لحد مثلا لو عندنا الديوريشن 5 يبقى من زيرو ل 5، والنكست اكتيفيتي بتبدا من 5 برضو. ده سيستم، والسيستم الثاني ان احنا بقى ده بيخلص 5 ده بيبدا 6 وبعدين يخلص مش عارف ايه ويبدا كذا. دي الحته السؤال بتاع المهندس سامح بالمناسبه، ان هو كان بيتكلم ان هو شاف اماكن كده واماكن كده. احنا قلنا دول تو سيستمز بنقدر نشتغل بيهم. السيستم اللي احنا شغالين بيه ان احنا نشتغل بزيرو، ان الستارت والاند دول زيرو، وان انا ببدا في اللحظه زيرو، تمام؟ ببدا في اللحظه زيرو، والمشروع بيبقى مثلا اكتيفيتي لو عندي اكتيفيتي ديوريشن بتاعها 5 فهي بتبدا عند زيرو وتنتهي عند 5، والاكتيفيتي اللي بعدها تبدا عند 5 وتنتهي عند مثلا 9 وهكذا، تمام؟ فاعتقد ان الموضوع ممكن يكون له علاقه ماينس 1 له علاقه بالسيستم اللي انت شغال بيه. ومع ذلك برضو المهندس لومارك بعت لي الريسورس دوت وانا ابص عليها واكد لك الوضع. طيب ايه تاني مهندس سامح؟ انا كده جاوبتك ولا ايه؟ ماشي، شكرا باشمهندس مارك. المهندس سامح كده جاوبتك ولا لا؟ طيب نرجع للسؤال اللي كان في الاول. ماشي، مهندس محمود زيتون ريحنا وحطينا السؤال. What is schedule reserve negative total float وبيرت واز بيز كويز نمبر 3 is the difference between the answers of the following. Total float is the time that activity can be delayed without delaying. Total float تمام without delaying. Project completion date required by the customer. Project completion date. طب بص، موضوع completion date required by the customer ده طلعها بره. يعني ما احنا في النهايه احنا عندنا، يعني لو انت جاي بيقول لك من الاخر يعني الكاستمر جاي عايزك تخلص وقت معين، فهو حاطط لك اجابه كده زقها لك في النص. وبروجكت ما عنديش حاجه اسمها ديلينج بروجكت، في حاجه اسمها ديلينج بروجكت كومبليشن ديت. فالاجابه هنا هتبقى ديلينج بروجكت كومبليشن ديت رقم 3، تمام؟ طيب نرجع للسؤال الاولاني. بيرت دي ليها علاقه بال، احنا كنا اتكلمنا عن هو اختصار للبروجرامينج مش عارف ايه كده، تكنيك معين بتستخدمه في الاستيميشن. انا حاليا مش حاضر في ذهني الستاندرد او الابريفيشن بتاعه، لكن هو حاجه انت بتستخدمها في الاستيميشن. ممكن ابقى ابعت لك ريسورس ليها تقراها. يعني النيجاتيف توتال فلوت والسكادول فاريانس، لا يعني انت ممكن تسيبني ابص عليهم بصه كده. وهل انت شفتهم فين برضو؟ يعني قول لي شفتهم فين او في اي موضع عشان اقدر برضو ايه احدد النيجاتيف توتال فلوت والسكادول فارينس. النيجاتيف توتال فلوت ده هيبقى وقت زياده؟ لا يعني خليني ابص عليهم بصه كده. بينبوك. طيب اديني بس الريفرنس بتاعهم في اماكن بتاعتهم وانا هبص عليهم بس اكونفيرم عليهم قبل ما ارد عليهم. تمام. ايه تاني؟ عايزك بس لو انا دلوقتي يعني اي حد وعدته بحاجه يا جماعه يريمايند مي، يعني عشان طبعا انا ممكن ادي بروميسز كتيره وانساها، بس اي حد وعدته بحاجه يريمايند مي على الانبوكس وانا هبعت له الحاجه المطلوبه. طيب في اسئله تانية يا جماعه؟ حضرات الساده الافاضل، سؤال باشمهندس، بس يعني اذا كان في يعني ريسورس موجود عند سعادتك في الاستيميشن زي ما انت قلت، اذا كان موجود اكون شاكر. افضلك استيميشن ريفرنس بوك، اللي هو الاستيميشن ريفرنس بوك تقصد اللي هو بتاع البيرت اللي هو سأل. ممكن ننزلها، نبعتها للمهندس احمد سمير ينزلها لكم كلها، ينزلها لكم. الله يبارك في سعادتك. الله يبارك في سعادتك. ماشي، ايه تاني؟ طيب انا كده بحييكم وبعتذر لكم برضو عن التاخير بتاع او التاجيل اللي حصل ده ودعواتكم. يعني الموضوع اصلا مش ملوش للاسف اي حاجه، يعني غير ان هو ربنا بس يعفي عني. طيب مهندس احمد سمير، are you here؟ معاك يا مدير.
طيب انتوا يا جماعه ظبطتوا مع الراجل ده يعمل لكم كورس في البلاننج ولا لا؟ اوعى تسيبوه. ها اوعى تسيبوه معاك يا باشا الدنيا. واستاذنك بس تواصل معايا عشان لو في اي حاجه ناقصه ابعت لك. يعني انا حاضر. ماشي ماشي يا مصطفى. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم يا شباب. في حد عنده سؤال؟ طبعا الاستبيان اول لما الاسئله فتحت انا فتحته، فتبداوا ان انتوا تملوا البيانات دلوقتي عادي مفيش مشكله. اوكي دي اول جزئيه. حد عنده سؤال؟ حد واقف له حاجه؟ طبعا اللي يملى يتفضل مشكورا يطلع من البداية. والكويز برضو موجود في اول بوست مع الروابط المجمعه، تلاقي رابط المكتبه ورابط البلاي ليست ورابط الاستبيان مع رابط الكويز رقم 4. اما الكويز رقم 3 حلله هيترفع على المكتبه ان شاء الله. يا شباب ها حد عنده سؤال تاني؟ جزاكم الله خير. انا باشمهندس محمد ديل. ها حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني؟ طيب انا مش هقفل القاعة لما الناس كلها تقول لي اوكي. اللي عنده مشكلة ولسه بيملى الاستبيان وحصل فيه مشكلة يا ريت يكتب لي هنا في القاعة. ما افضلش اقول حد عنده مشكلة، حد ما اعرفش ايه، والناس قاعدة تقل. احنا بقينا 42 واحد من 100 واحد، وفي الاخر هبص الاقي الناس ايه تقول لي والله